بقى كده؟ طب والنعمة والنعمة؟ لنا مورياك يا قليلة الأدب يا زايدة تبتة وغتات، دي عاملة تعمليه يا جبايرك؟ ولا خيشة ولا حية ولا حاجة خالص؟ بقى تخطفي الفرخة من إيد البت خطفك ده؟ ماشي والله لوريكي. طب كنا هنتسحر ايه الليلة؟ يلا ايش يلا امشي غوري، امشي امشي ككحش وسطك، يلا امشي. هاتك داهية مالك يا واد، بتعيط ليه؟ ومين اللي غرقك كده؟ حفيظة. حفيظة؟ وعيتك صدى يا حفيظة. وعو كده؟ جرى يا فهيمة، ما قلتلك قبل كده عيالك بتدخل الزريبة وبتنكش لي الطيب وبتهيج لي البهايم والطيب، وانا زهقت كلام وقوالة. يو يعني لقيته في الزريبة قمتي عملتي عقلك بعقله وتعاركتي معاه وغرقته بالمية؟ يا ولي بق مية في قعر كوباية الشاي تقوليلي غرقتيه؟ ده بدل ما تخش تصدغيله. وصدغله ده ايه؟ وليه ما جيبش السكينة واشقوه لك نصين عشان تنبسطي يا ست حفيظة؟ جرى ايه يا ست فهيمي؟ ده احنا في شهر مفطارك بتزعقي مع ستنا ليه بس؟ ستك حفيظة هاني مسكت الواد وغرقته بالمية. انا يا بت؟ بتي لما ببتك ولا بتاتا غيرك. لا 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 يا ست فهيمي ما يصحش كده، عيب الكلام ده. حزداني حزداني يا حسان، هي وسلعوم ده جوزها على العيال، اكمني يعني يا اخويا، ربنا مش عايز يديهم. ما تحاسبي على كلامك امال يا ست فهيمي، ما تخبطيش بالقوي كده، وحيد الله وما تقوميش الشيطان امال. اسكت انت خالص وملكش دعوه بينا. ماشي يا فهيم، وخليك شاهد يا حسان، وجاتك نيله عليك وعليك. يشهد؟ يشهد على ايه؟ والنبي انت مش مكسوفه من نفسك؟ ما خلاص يا ست فهيمي فضيها سيره بقى. ما خلاص انت يا ست الكل اتفضلي ارتاحي حضرتك، وخلاص انتوا اهل المسامح كريم، انا اللي هقول الكلام ده. اسكت انت يا حسان وخليها بقى كده تشخط في عيل من عيالي تاني. شوف انا هعمل فيكي ايه، بخاف انا وكش من دلويش. صلي على النبي، صلي على النبي امال. ازيك يا حسان؟ ايه العواف يا ست فهيمه؟ اتجننتي يا فهيمه؟ ايه اللي انت قلتيه لحفيظه مرات اخويا ده؟ لحيتي يا حسان تقوله؟ تلاتة بالله وبكفه الايمانات، لو ما سكتي عن حفيظه واحترمت اخويا العمده لكون مربيك الربايه اللي تكسر ما تكبر. اه يا اخويا نحترمها، نحترم الست ونحترم العمده ونضرب لهم كمان تعظيم سلام. بامرت ايه يا اخويا؟ مش اخوك ده اللي سف حقك من ورث ابوك؟ يا دي الموال، بأمارة إيه بقى نحترمهم؟ بأمارة كرشهم اللي اتملى على طمة عينه من أكل الحرام والغصب في حق الغلبة؟ مهما كان ما ينفعش تتكلمي معاها الكلام اللي يوجعها بالقوي كده يا فهيمة، يا اللي ما انتش فهيمة ولا عقلك بيميز أبداً. وسي حسن بقى غفير الغفلة، هو اللي قالك وجابك. ما هو برضك كان لازمًا يعرف يا ست فهيمة ويجي يراضيكي ويراضيه، مهما كان برضك ده جوزك وهي مرات أخوه. بس أمانة الله يعني انتي براوة عليكي، يسلم فمك، ده انتي خليتي وشه زي الكركم. شوف يا اخويا الراجل ما تتصدق غفير. ما تسيبه يا اخويا يشمت فيها ويفش قلبه كده، هي الشيطانة دي تصعب على حد من عمايلها السودة هي وجوزها؟ يعني مش هتتصدق يا فهيمة؟ ما تصلي على النبي كده امال يا سعلوان، ده انت حتى راجل طيب يعني وابن حلال، ده انت غير اخوك عتمان ده خالص. وأمانة الله البلد كله كانت تستمناك انت تكون عمدة للبال. بس نقول ايه بقى، نصيبني اخوك عتمان ده والختمة الشريفة، ما انت راسي على الفولة ولبته ده من يوم ما مسك العمودية رسمي ديك النهار، وهو مسوي الهوايل وعامل البدع، اشي ناس اترمت في الحجوزات والحبوسات، واشي فلاحين غلابة عمالين يمضوا في عقود بيع وشره لأرضهم بالغصب، واشي 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 يامي. وايه اللي جد عليه يا حسان؟ ما هو على ده الحال من قبل ما يستلم العموديه، وكل كام يوم كان يضرب له شبطه مع العمده اللي قبله الله يرحمه. يلا بقى يا حفيظ امدك كده، عايز اتهيأ كده اخر هيئات وابقى على سنجه السنجه وانا بستلم التليفون الميري وسط زفه اهل البلد كده وفرحه الناس. تعرف انا ايه اللي مخليني فرحان
وحاسه كده زي ما يكون قلبي مزقطط من الفرح وعايز يرقص. ايه يا عسل؟ قولي يا عمر. اني شايفاك مبسوط والله، ونولت العموديه اللي كنت بتستمناها طول العمر. ايه هو يعني اللي يسمع الكلمتين الحلوين دول من الحنك العسل دي ما يبقاش عمدي؟ ازاي بقى؟ طب وهي العموديه يعني تليق على حد في البلد دي غير جوزك انت؟ لا يا بنت، دي مكتوبه لي من قبل ما تولد زي ما انت مكتوبه لي. ايوه، واني هبقى مرات العمدي وابعت اجيب الناس كده واقعد اشتم وهزق فيهم ولا حد يستجرى يفتح بقه بنص كلمه، صح؟ ايوه. لا وايه؟ وهيبقى عندي تلفون يقعد يرن وانا اقعد اقول الو. ايوه يا بنت، ده انا نادرها اول ما يجي التلفون ده اروح رافع السماعه كده واكلم كل الناس اللي في بره مصر عندهم تلفونات. واني؟ لا 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 انت لا. ايه ده؟ ازاي بقى؟ لا ده تلفون ميري، يعني يلزمه الكلام الميري. يعني مثلا نفرض مثلا يعني ان واحده من الهوانم كده الحلوين المقلوظين دول اللي عندهم تلفونات اتكلمت في التلفون، يلزمني انا بصفه العمدي اللي ارد عليه واقعد اقول لها الو، واقعد اتحدد في السماعه كده واعكسها واقعد كده ابص لها من تحتها لفوقها كده ومن فوقها لتحتها كده في التلفون. يا حنين يا عشري، انت طول عمرك حنين، يعني انا التلفون ده هيجي على خرابي؟ يا بنت بضحك معاكي، هو انت بتاخدي الكلام كده ليه؟ هو قلبي دي انت مش عارفاه؟ ده انت حته من قلب كبده فشت معدتي. وانت احلى حاجه في دنيتي. تعرف يا عثمان؟ ايه؟ لما بشوفك بتكبر وبتعلي بفرح لكن بخاف. لكن ايه بقى؟ بتخافي من ايه؟ بخاف يعني لو يجي في يوم وتزهدني ولا ارخص في عينك. جينا بقى للكلام اللي زي عدمه. يا بنت ما انت عارفاني وعارفه اللي جواي، هو قلبي ده يقدر ينبر على حد تاني غيرك؟ النبي صحيح يا عثمان. لا 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 كده بقى هتاخر على الزفه والتلفون والعموديه. ياه، يعني هو الزفه والتلفون اهم مني؟ لا يا ستي مش اهم، انت اهم من اي مهم. بس الناس تقول عليا ايه؟ يرضيك يعني يقولوا علي ان انا مش محترم الميري ولا العموديه من اولها؟ ولا عاش ولا كان اللي يقول عليك ربع كلمه مش تمام. استاذن انا. ربنا يفتحها في وشك ويجعل لك في كل خطوه سلامي والو. نظيمي، انت يا بنتي يا نظيمي. ايوه يا ست الستات والهوانم، عملت اللي قلت لك عليه. اللي هو ايه؟ يخرب بيت الغباوي، انت يا وليه يا اللي تنشكي في رقبتك، مش قلتلك تجيبي لي ارقام تليفونات كده ناس من معارفك ولا اي حد تبعهم عشان نقعد نكلمهم في التلفون؟ هو في حد من معارفي يعرف يعني ايه تلفون ولا عمره شافه؟ طب وبعدين يا نظيم هنكلم مين في التلفون؟ اي تحد. ايوه صح، اني هكلم اي نمري. تيجي نكلم بعض في التلفون؟ ايوه يلا أنا الأول. ألو، مين بيتكلم؟ ألو، ده صوت راجل. رامح كده زي الجدي المندور على بيت العمده، ايه الحكايه؟ وايه الزيط اللي هناك ده؟ ياك العمده رايح يحرر فلسطين يا ابو. يعني انت مش عارف يا شيخ محمود ولا شايف يعني؟ لا يا ابو، انا لا شايف ولا سامع ولا بعرف حاجه غير يوم الثلاث على بعد الظهر كده. يا سعاده الباش حكيم الدكتور الحلاق البارد، بنقول لك ايه الهوجه اللي عند بيت العمده ده؟ دي زفه استلام العمده عثمان للتليفون من بيت العمده اللي راح الله يرحمه. ما تيجي يا شيخ محمود، تعالى يا راجل اتفرج، هناك هتلاقي ناس يامه بتتنور عليهم بالاذن. لا حول ولا قوة إلا بالله، حال الدنيا. عمدة رايح التلفون رايح، وعمدة جاي التلفون جاي.
آتي مع مراسم تسليم تلفون العمودية للعمدة عثمان عمدة كفر أبو شوكة من العمدة السابع الله يرحمه ويحسن إليه ولأله الصبر والسلوان ولكم طول البقاء مع العمدة عثمان. عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! عاش العمدة! بس يا ريت الحقيقة أني حزنا يعني على الفقيد الغالي ما كنتش عايز أجي ولا عايز أستلم خالص حزنا يعني لكن أعمل إيه بقى في أوامر الحكومة أنا كل شوية جناب المأمور يبعت لي مرسال يقول لي يا عمدة عثمان استلمت التلفون العدة الميري أبعت له المرسال تاني ويقول له والله دي عملية محرجة الراجل لسه ميت طازة الواحد يعني يروح بأني وش أنا جاي حتى وضميري مقرنبني ورقبتي زي السيستم بس أعمل إيه؟ جناب المأمور قال الميري ميري والأميري أميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري يعيش العمدة ميري وأميري بس يا حمار أنت بس يا واد أنت وهو الناس زعلانة وحزينة وأنتوا عاملين فرح جاكوا 60 نيلة هتفطرونا وإحنا صايمين جاكوا الهم وأنت عمال تهتف كده يعني إحنا في فرح اهتف وأنت ساكت جاتك نيلة طبعا انتوا عارفين حكايه استلم التليفون دي كان ممكن يعني يقوم بيها مستوظفين الحكومه لكن انا قلت لا مستوظفين ايه انا لازم اجي بنفسي هم بقى يوصلوا التوصيلات ويركبوا التركيبات لكن انا اجي عشان اقول لكم البقاء لله واقول لكم كل سنه وانتم طيبين هات التليفون يا ولد اتفضل يا حضره العم بسم الله ما شاء الله يا عم لو حد بقى كلمني على التليفون ده قولوا له ان هو اتنقل دوار العمده الجديد سلام عليك يا عيش العمده يا عيش العمده ملهمه شويه بتوع التليفون انتوا العصر جدا عشان تلحقوا تفطروا المغرب في بلدكم وبعدين انا عندي تليفونات كتير قوي عايز اعملها ايه يا عالم المغزي يا حضره العمده الناس يعني بتوع الطبل والزمر يعني كانوا مالهم دول؟ يعني كانوا مستنينك كده يا عمدة تديهم حاجة حلاوتهم يعني حلاوتهم؟ اجري هذا سنجاب ندهم للدار الكبير بتاعهم على حلاوتهم حسب يا حضرة العمدة هتخسر صيامك أنا كنت ناسي بس ما كانش واجب برضه تفكرني يا حمار انت انت هتندهش لي ولا هتندهش وتستعجب ولا ايوه صحيح ما كانش واجب تفكر الكلام اللي بيقوله العمده صحيح النسيان ده رحمه من عند ربنا منحه الهيه يعني والعمده بتاعنا كمان ربنا بيحبه فبيخلي نسيانه كتير يعني في الصيام يا سبحان الله هم يلا كل شيء تمام يا جناب العمدي حضرتك بقى تأمرني بحاجه انا والرجاله اللي معايا حضره العمدي لا أنا مش عايز حاجة أنا سامع إن أنتوا اللي قاعدين برا مستنيين تكونوش عايزين حاجة؟ إيه؟ لا عايزين إيه يعني؟ عايزين سلامتك يا حضرة العمدي وبعدين أصلاً يعني كل سنة وأنت طيب يا حضرة العمدي وبعدين أنا ورجالي خلصنا الشغل كله وهنمشي طب ما تمشي ألف سلامة يا أخوي ما تنطى يا ولا قول عايز إيه وخلص أقول إيوه أنا فهمت قول لي يا ولا إيه هو انت كده يعني لما تقعد في وسط عيالك وعيال عيالك ان شاء الله وتحكي لهم كده بعظمه وانت منفوخ من جنابك وتقول لهم انا كان لي عظيم الشرف انني اللي زفت العمده عثمان لما راح يستلم تليفون العموديه دي تسوى قد ايه دي؟ تسوى كتير يبقى خلاص بلاش بقى طمع الدنيا الرخيص دي كده بقى ودي بقى الكلام منتهي وكفاك فخرا انك شاركت في هذا الحدث العظيم يلا يا اخوي خد نفسك واتكل على الله مع السلام حاضر انتوا يا اخوانا يا بتوع التلفون عندنا بقى مكالمات مهمه عايزين نعملها في التلفون ما ينفعش يا عم لسه الحراره ما دبتش في اوصال التلفون حراره ايه انت التاني انت مش فاهمك انت الحراره ايه وصلنا الوصلات يا سي عمده والحراره لسه ما جاتش اهو شوف قال لك الحراره عشان ما نقعدش بس نتكلم في اي حاجه انت مش فاهمها ايوه يا عم ده صح ومنكم يا سبحان الله نستفيد خير عايزين حاجه انتوا كمان كفايه علينا يا حضره العمده ان احنا نحكي لاولادنا ان احنا شفنا حضره العمد والله براه عليك يا ولد يبقى شوفوا بحاجه كده مبروك اشوف ايه الله اكبر الله اكبر يلا احسنت يا باشمهندس يلا يا اخوي السلام عليكم ورحمه الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الصيام يا عمدي رمضان. امشي يا برا هذا. هذا ايش؟ فين التلفون يا جماعة؟ السلام عليكم الأول يا مؤاخذة. فين التلفون؟ أصلي عندي واحدة صاحبتي من البندر ومستنيني أطلبها. بنجر إيه ولفت إيه؟ ده تلفون عمودية مير مش لأي حد يعني. إيه مالك يا عثمان؟ ما تديهوني أضرب عليه. لا ده لو حد ضربه الحرارة تعلى، لسه قايل كده أهو. إيه؟ طيب لو ضرب تلفون وحد عايزني تبقى تناديني، أنا فوق. ماشي. ألف سلام. هي بس حتة الأرض دي، بقول لك إيه؟ هي الأرض اللي بيني وبين أرض حفيظة، بتاعت مين؟ بتاعت الواد محروس ابن أبو سالم. طب هم بينا ورهان. يلا يا عم. هم. خدوا بالكم التليفون ولا أنتوا تعالوا معايا، تعال. السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا اهلا. اهي هي دي يا عمدة حتة الارض اللي بقول لك عليها، دي ارض عفية تطلع لها فدان الا شوية كده، وبعدين لما تاخد الارض دي باذن الله مش هيبقى في فاصل بين ارضك وارض الست حفيظة، يعني هتبقى كلها حتة واحدة على بعضها كده اهو مشفية. يلا الله يبارك لك فيه. يبقى اشتريناه. قلت لي بقى الارض دي بتاعت الواد محروس ابن ابو سالم مش كده؟ ايوه عمده اهو. بس بقول لك ايه، الواد دي عايز اخده وعطى لانه طالب فيها تمن غالي حبتين. تمن غالي ايه؟ هو مش الواد ده اللي كان اتمسك عم نول بسرقه البهايم بتاعت ولاد عمه؟ ايوه البهايم اسم الله على مقامك، هو بعينه وساعتها كانت اتعملت له قضيه بس طلع منها براءه. لا براءه ايه وكلام فارغ ايه؟ القانون لازم ياخد مجراها للاخر. امال ايه؟ الواد ده يا يبيع الارض بالثمن اللي لن يتمنه له يا اما يتسجن بالقانون برضه. انت واد يا حسان. ايوه حضره العمد. عارف الواد اللي اسمه محروس ابن ابو سالم؟ عارفه وعرفتني حضره العمد. تاخد ديلك في سنانك وتروح جري تجيبه من قفاه كده بلطف، وسبقني على الدوار وانا هحصلك. ايوه حضره العمده، بس يعني دي كاتب كتابه كمان يومين ثلاثه، ثاني ولا ثالث يوم العيد. يعني ايه يا حمار حساوي انت؟ هتفطرنا على الصبح ولا ايه؟ روح نفذ اللي بقول لك عليه. يلا اجري. هم بس يما ابوك. حلوة هاتوا بلطف من أفان. الواحد يقعد يتعلم منك يا عثمان. هذا من مؤاخذة قصدي يا حضرة العمدة عثمان. حس بقى إن أنت هتتعلم، يبقى كل يوم تجيب معاك ورقة وقلم ومراية وتخلي بالك معايا، هتتعلم كتير قوي يا مبروك لما تبقى ألف مبروك. اطلع يا ولد. يلا يا شيخ جودة ركز معاي كده ووزن دماغك وقول سم. يلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ لا يا شيخ جودة لا. ألم يجعل الجيم يا ولدي عليها سكون، يعني لا مفتوحة ولا مكسورة ولا مضمومة، يعني إيه تاخد قلقلة. يجعل القلقلة دي غصب عني وعنك وعن اللي جابه أبوه. هل أبوك صحة عاملية دلوقتي يعني؟ راح منه البرد ولا لسه؟ مش عارف بين لسه. وماش حيروح منه البرد. قل له كده الشيخ محمود قال مش هيروح منك البرد إلا إذا وظبت على الصلاة. بقول له ما تنساش. يلا خلص قول كمل. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل إليهم طيرا. عليهم يا شقاح الكلام. عليهم يا ولدي. نسيت طبعا. رامح انت ورا الزفه الكذابه بتاعت العمده مع العيال الصغيره. زفه كذابه تلفونيه دي اللي رايح يستلمه فرحان بيه. ده حتى سموه تلفون عشان تلف ودنه ما يتلف الودان يعني. يا سلام والله ما ناقص الا يعملوا له مقام التلفون ده والناس تروح تتمسح وتقرا الفواتح فيه هناك. عامل لك شيء يا شيخ جودي ولا انت صايم؟ ما صايمش كده يا ولي. ليه امال صغير؟ ايه ايوه صغير يا شيخ محمود. قال انت صغير يا شيخ جودة؟ ما لا تكون فاطر يا وكلهم. لا يا سيدنا الشيخ انا صايم. جدع يا شيخ جودة جدع. امال ايه؟ رجيل يا سيد ابوك.
عايز اقول لك حاجه يا سيدنا الشيخ. اقول قول يا حبيب. وانت ليه كلامك مختلف عن كلامنا وعن كلام ناس البلد؟ ايوه يا سيدي، انا مش من بلدكم دي اصلا، انا من بلد بعيد في الصعيد الجوار اسمها قوس. جيت بلدكم دي عايم على البلاص، ماسك البلاص كده وعايم عليه لغايه ما وصلت بلدكم دي زمان. وبعد اذنك يعني اتجوزت المدام المصون اللي ورا دي اللي انت شايفها هناك دي. ده بعد اذنك يعني. ايوه صحيح، ده بعد اذنك يعني يا شيخ جودي. الله يعافيك، تعالى ادخل يا محروس. يا محروس ابو سالم، تعالى تعالى. ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله يا سيدنا الشيخ. انا يعني كنت عايز افتح حاجه كده اوام عشان ورايا كام شغل عايز اقضيه. خير يا حبيبي؟ يعني كنت عايز حضرتك يعني تكتب لي كتابي على مناره بنت ابو تاج عايشه الثلاثه اللي جاي دي ان شاء الله. مدد 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 مدد، الله اكبر الله اكبر عليك. كبر الواد محروس، ود ابو سالم كبر وبقى عريسها وراح يتجوز مناره. ان شاء الله حياتكم تبقى كلها مناره يا ولد. امين امين يا رب العالمين، ربنا يتم تمامك على خير يا حبيبي. زيد فضلك يا سيدي. الفاتحه لابوك. فاتحه يا جود. عقبالكم كلكم يا رب. يا رب انا قبلهم يا رب. لا بس انت جايبه حاجات كتير يا ما بنت يا مناري، وغاليه كمان باين عليه. انت يا بنت تلعبوكي مدكن ولا باين عليه. كله ما يغلاش على محروس ابو سالم. لا ومحروس كمان جايب ليها فرش حلو ودولاب بثلاث درف و وشماعه مخروطي وصندوقين مصدفين وسرير صغير للعيال. عيني يا عيني، وكمان عامل حساب العيال من دلوقتي. اه يا فجر انت وهو. ده غير اللي جابه ده كله. طب شوفوا 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 قميص النوم دي. ايه وريني كده. يوه طب ما تفرحونا يا بنات، ولا اني جايبه الدرابوكي على الفاضي. واني شيعت الفاطمه مرات ابو العيل، زمانتها جايه هتهيص لينا وترقصنا. يا اختي هو في حد ما يعرفش فاطمه مرات ابو العيل؟ المضروبه حلوه قوي، النسوان يا اختي والرجاله بيبصبصوا لها. يا اختي طب بالراحه عليها ولا تحسدوها. يا مناري يا عماري. اهي جت اهي. ازيك يا خالي؟ تسلمي لي يا خالك. انتي بنت يا فاطمه يا حلاوه وقداري، يا عروستنا يا ننوستنا يا اللي هتروحي بيت جوزك محروس وتبقي متهنيه ومحروسه. واخر يا فاطمه، ده انا مش هيعالك من الظهر يا بيت. غصب عني يا اختي، انما ايه يا بنات اللمه الحلوه دي؟ البنات قاعدين معايا يستفوا لي الحاجه عشان هنوديها بكره على بيت حمايه ابو محروس. اهي دي سلمت صيام بحق وحقيقي. عقبال عندكم يا بنات. يا حاجات فاطمه اللي كنتي مستنياهي. وادي الدربوكي اللي انا اجرتيه. يلا بقى يلا. ايه ترقصي؟ ارقص يا بيت؟ ابو العيال محرج عليا ما ارقصش ابدا من ساعه فرح بتزدان التروبش. اي والله، ولو عارف حيني العيش. ده انت هترقصي وهتغني كمان. ماشي بس شويه صغيرين عشان الحق احضر له الفطار واوديه له الطاحونه. طب يلا ما تخافيش. يلا يا بنات هتردوا ورايا. يا شوقة المتحنية يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة يا شوقة المتحنية يا شوقة على جمر النار مستنية. يا شوقة جالها الهوى عمل ساهي. ايوه ايوه لو احلاها اكتر في الشاهي. ايوه ايوه نسيت فطورها وعشاهي. من شوقة المتحنية يا جدعان. زي ما بقول لكم كده احنا في الصيام وكتب وحش، مرضيش ينزل مليم احمر عن 22 جنيه وقال ايه حته بخمسه اكراميه. يا ستار يا رب على الغلا، بقى حته الدولاب بضرفتين ومرايتين ياكل في وش الفلوس دي كلها. ليه يا عم؟ هيكوي لوحده والله يرص الهدوم لوحده. محروس محروس يا ابن ابو سهل. يا اخوي العوافي الاول. العوافي يا اخويا،
شطب لي وشه ده هون وخليه يقوم وياي. شطب له وشه يا هوش يا جاموسي، في يا حسان؟ قوم وياي، حضرة العمدة عايزك. العمدة؟ وعايزني بقى في ايه العمدة بقى ان شاء الله؟ يكونش عاوز ينقطك يا ولي. ده ياكل مال اليوتما والغلابة، تقول لي ينقطه؟ عايزني في ايه العمدة يا حسان؟ هيكون عاوزك في ايه بس غير أذية؟ يا ساتر يا رب. طب استنى نروح له بعد الفطار. اعمل معروف يا محروس. اعمل معروف اتقي اشاره الراجل ده هو وتعالى معايا دلوقتي، ما دام قال عايزك في التو لازم تيجي معايا في الحال. هتمم الحلاقه ونروح له بعد الفطار ونفطر سوا يا حسان. بلا فطار بلا بتاع بقى يا محروس، انا بقول لك يا حسان ده انا هفطرك بط. بقول لك ايه يا محروس يا ابن ابو سهل؟ انا شايف ان احنا نفطر البط الاول وبعدين نروح للعمد. هو يعني هيطير يعني والله هيطير. بس تبقوا افتكرونا بالزلموك. ايوه امال ايه؟ هيحصل لك ايه يعني صحيح؟ استرح استرح. خد يا ولد. فرحان يا اخوي ومنشكح قوي انك ضربت مرتها. لعنة الله عليك يا بارد، مرتك دي مش صار قاعد بنت جلال اللي مخها برباط دي. اه انت بينت يا فالح انك اضعف منيها وهي اقوى منها. اهي اقوى مني ازاي يعني؟ طب ايه رايك بقى لما بتمسك دراعي كده، مرة بتمسك دراعي كده وتفضل تضرب فيا كده بالركومية، انا لفف لها بقى اعمل لها ايه بقى؟ تروح بتداني بالشلوت. طب دي عليها شلوت، دي مورياني الويل. الحلوة الأقوى مني دي. بس يا ده سنجاب يا سنجاب أبوك. يا أخوانا الراجل النطح النطح الجغف اللي مرته يغلف فيها ويحتاج يمد يده عليها، يبقى هي أقوى منه وهو أضعف منيها. قوم يا تفز يا تقعدش معانا، قوم يا تقومة. اقلع يا الطبروش ده، اقلع يا لعنة الله عليك وعلى أمثالك من العتة والمهمشين. العافية شيخ محمود. يا مرحب يا فاطمة. مرحب يا بنتي، تفضل. يا مرحب يا مرحب. ازيك يا بنتي؟ الحمد لله، نحمده ونشكر فضله. الحمد لله. والنبي يا شيخ محمود، كنت عايزة هنا اسألك على حاجة كده، إذا كنت معاش هتقل عليك يعني. اسألي يا بنتي. هو النفر مننا لو نسي صيامه وأكل ولا شرب يبقى ما عليهوش حاجة؟ أيوة يا فاطمة، يبقى ما عليهوش حاجة وصيامه سليم. طب الحمد لله يا رب. اصل ام ابو العيله كانت بتقول لي كده امبارح، بس انا بقى ما صدقتهاش. لا صدقيه، كلامها سليم يا فاطمه. اللي هي عامله ايه دلوقتي؟ اهي الحمد لله، ساعه كده وساعه كده، يعني ساعه تبقى شايفانه وسمعانه وساعه لا شايفانه ولا حتى سمعانه. يا الله، اللهم اشفيها يا رب وخذي بيدها يا كريم. امين يا رب يا كريم. تسلم لنا يا شيخ محمود، ربنا يا رب يزيدك من فضله ومن نعيمه وقدر يا كريم. يا رب. سلام عليكم. مع السلامة يا فاطمة. سلامة يا بنتي. سبحان الله في عدله يا شيخ محمود. مش فاطمة دي تبقى مرات أبو العيلة الطحان؟ أيوة يا سيد، فاطمة مرات أبو العيلة الطحان دي. هي صراحة يعني اللهم إني صايم. اللهم إنك صايم. لا والله يا بارد. يا إخوانا يا جماعة، الجواز ده أرزاق، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقسم الرزق. فاطمة دي رزق أبو العلة، وأبو العلة رجل غلبان وبيشتغل في الطحونة ويشيل على ظهره، ساعي على أمه وعلى بيته وعلى عياله. هو كمان رزق فاطمة، ربنا مقسم بكده. أختك زينب فين؟ طب تعالى ما نشوفها. بنتي يا زنوبة يا عروبة، العافية خال. بنتي يا زينب. أهلا أهلا. إزيك يا أختي، عاملة إيه؟ اوعى تكونوا تعبتوا ستكم وانا مش موجود. لا شاطرين يا عيال. اوعى يكون العيال دول تعبوكي يا خالي. خالتي ام ابو العيله. ايوه يا فاطمه، بتقولي حاجه؟ بقولي العيال تعبوكي. تعبوني؟ دول يشفوا من التعب يا بنتي. ان شاء الله تعيشلهم يا رب. بقول لك، انت فوتي على ابو العيله في الطحونه ولا هو جاي؟ لا انا اللي هجهز الفطار واوديه له الطحونه. ما انت عارفه اليومين دول موسم والشغل في الطحونه ايه نار، الليله وبكره. كل عام وانت طيبه يا رب، وانتي والعيال وابو العيلة بصحة وعافية يا حبيبتي. امين يا رب. امين امين يا رب. بنتين بس اللي فاضلين. تقولي حاجة يا فاطمة. وده كمان عايز يتبل. عودين جرجير ولا سريس ولا بصلية لابو العيلة يا رب. أنا مش سامعة أنت بتقولي إيه يا فاطمة. سلامتك يا خالي. إيه ربت عليك يا رب.
أما ايه يا محمد؟ هو الأذان بتاع الفطار مش هيجي؟ جاي حبيبي زمان تو جاي. محمد قال لي اللي هو جعان. ايه كده يا محمد؟ احنا مش اتفقنا ان احنا هنصوم زي الكبار؟ بس عليك يا محمد انا زعلانه منك، ما تستحمل كده يا واد. اما ايه يا زينب؟ ايه؟ انا جبت حاجه. حاجه ايه دي؟ حاجه حلوه وكبيره قوي بس ما تزعقيش. اهدي يا زين، جبتيها منين؟ دي وزه دي يا فاطمه. ايوه وزه يا خال، جبتيها منين؟ وانا كنت بلعب لقيتها عند صعيد السايح. جابها ابو العيله دي ولا ايه؟ لا هي فين؟ هاتي يا بنت الوزه دي، هاتي يا حراميه. حراميه؟ بس ما تقوليش حراميه يا ابي حنان. عيب؟ والسرقه تبقى ايه يا فاطمه؟ سرقت ايه؟ دي البنت بتقول انها لقيتها عند صعيد. لقيتيها برضك ولا خطفتيها من على الارض وجريتي بيها؟ واني عماله اقول لك هاتي الويزه يا بنت، هاتي الويزه يا بنت، وانت فراره. صحيح الكلام ده يا زينب؟ انت سرقتي الوزه؟ لا انت فاهمه غلط يا حنان، البنت دي صغيره مش فاهمه حاجه، احنا عمرنا ما بنمد ايدنا على حاجه حد، ده هي فاكراها لعبه. وبعدين احنا الزاد في دارنا هنا زي من هنا لحد الحجاز. والخير اللي من هنا لحد الحجاز ده من نص نكله يوميه الطاحونه. لا لسه ما جاش من الطاحونه، سهران هناك. دي مش بتسأل على ابو العيلة يا خالي، دي بتتمهزق على تعب وشقاه. ايه مش انت اللي قلت انه سهران هناك؟ يقطعني يا فاطمة، يقطعني يا اختي، ينقطع لساني ولا زعلكيش كده يا فاطمة. احنا ناس غلابة يا حنان، لكن عمرنا ما نمد ايدنا على حاجة مش بتاعتنا، حتى لو الجوع قرصنا والعوزة قتلتنا. عارفة يا اختي، سامحيني معلش. بس ست راويه ما انت عارفاها، انسعرت لما عرفت ان في وزه ناقصه واتهمتني انني اللي سرقتها. الناس المتنعمه دول يا حنان هما اللي خلوا الدنيا تقسى على الناس الغلبه اللي زينا. بلاش احنا كمان نعض في بعض عشان الدنيا ما تقساش اكتر. بقول لك يا فاطمه، الوزه دي يا حبيبتي خليها لكم، اذبحوها يا اختي وكلوها بالهنا والشفا. واني هقول للست راويه ما لقيتهاش وتعمل اللي تعمله بقى. يا بنت انت ما تفهميش، بقول لك ما بنمدش ايدنا على الحرام ولا بنقبله. خدي وزتك رجعيها لصاحبتها. يلا يا حنان الله لا يسيئك. يلا بس تعدميني يا فاطمه لو لساكي زعلانه مني. خلاص يا بنت حصل خير، يلا امشي. ماشي يا اختي. هي الوزة طلعت عيانة ولا ايه يا ولاد؟ حاضر يا بنت، حاضر، ماني شغال اهو. يا ابو العيله، سلامات يا اخويا.
يا دمرو سرور، ازيك يا ست الهوان؟ تسلم يا اخويا. بقول لك ايه، عايز اطحن شويه القمح دول، بس اوامك يا اخويا بسرعه كده. حاضر يا ست، كل من العيله تاني. بص بقى يا ابو العيله، يا ابو العيله كله. حلوه ابو العيله كله دي. اموري. ماليش امر عليك يا دجاله، بس ليا فيك عشا. ايه عشمك في مطرح؟ نزلي يا بنت هان، القمح عندك كله اهو. شايفاك يا اخويا مشغول قوي، اطحنه براحتك وتجيبهولي على البيت ان شاء الله الصبح. تاخد اجرتك وعليها تعب المشوار. امرت العشم والمواد. يعني اجي على رموش عيني. وعندي ليك شغلانه صغيره بس اجرتها كبيره. والله ده انا كل يوم ما بصدق اروح البيت انام لي ساعه، بس عشان خاطري اشوف لي صرفه. تسلم يا ابو العيله، خدتك بعافيه يا اخويا. الله يعافيك. يلا يا بيت. يا ما شاء الله عليك يا عروسه، انت بنت مين يا بنت في البلد؟ ليه يا ست في حاجه؟ يوم السمع. تعالي معايا يا اختي. اسمعي يا ست، الدور هيفوتني. الدور هيفوتك يا اختي. طيب خدتك بعافيه. يا ابو العيله عايزين نروح نفطر في بيتنا. ما تروحي تفطري في بيت ولا لا؟ هتخلصنا بقى يا ابو العيله، هتبقى انت والصيام. في صايم يعمل كده؟ دي صيام ايه ليه يا غباشي؟ ابو العيله فطني؟ خير؟ امي جرى لها حاجه؟ لا يا اخويا الحمد لله، امك زي الفل. ايه امال ايه اللي جابك هنا يا فطني بس؟ في ايه بس يا ابو العيله؟ انت بالك يومين يا اخويا عمال تشتغل في الطاحونه لما نفسك اتقطع ومكلتش ولا لقم عدل، قلت اجيب لك حاجه كده على ما اقوم تفطر بيه. فيك الخير يا فاطني، بس انا مش كنت منبه عليكي انك ما تنزليش من الدار ابدا وما تمشيش في وسط الناس اللي عينيها عايزه تنخزي ايديه. يا اخويا يعني واني كنت هعمل ايه؟ ماني كان لازم اجيب لك لقمه تسند بيها طولك يا ابو العيل. وبعدين يا اخويا ده الدنيا صيام، هو حد هيعمل كده والدنيا صيام؟ ايوه امال، ويعمل اكتر من كده. ايه عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. عيون الناس زي حناكهم بتاكل يا فاطمه. حاضر يا اخويا، انت الصح انت الصح. انا يا ابو العيد راح فين؟ استنى ما اقول لك. بخلي بالك يا بنت، الجلابيه تلزق في جسمك وتتكسم التكاسيب. ايه عيون الناس ايه؟ بتاكل زي حناكهم. حاضر يا اخويا. بقول لك ايه والنبي يا ابو العيد، ألاقيش معاك يا اخويا ملمين بس كده عشان كنت عايزه اجيب كوز لبن. منين يا فاطمه؟ منين؟ ده انا مش هقبض الا اخره الورديه، يعني على وش الصبح كده. وبصراحه بقى ايه؟ انا مش عايز اطلب من الحاج اياته حاجه، لانه هيعملها بجميلي وحسني وهيخش الجنه على حس الكام ملم اللي هيديهم لي دول. خلاص يا اخويا خلاص. هو يعني كان هيضحك على ربنا ولا هيضحك على ربنا؟ خير كتير والحمد لله. هو يا فاطمه، هو في اكل في الدار لامي والعيله ولا لا؟ في يا اخويا طبعا في، الحمد لله الخير كتير. يلا يا ابو العيله شد حيلك يا اخويا، ربنا معاك. السلام عليكم. خلي بالك يا بيه. كنت هقول له ايه؟ مفيش اكل للعيال وامه؟ ليه كان يرجع لي اكله اللي جايبه له ويقول لي روحي بيه للي في البيت؟ يا وعد يما على الحلاوه البقلاوي النقاوي. اخسى عليك واد عيب صحيح. طب ما تعمليش انا يا اخي خاطر، اعمل خاطر للشهر الكريم اللي احنا فيه ده يا سنجاب الكلب ده. انت ان شاء الله يا رب ربنا يفرج بنصيبك. اهدي، حتى في رمضان والصيام تكونش الجلابيه لازقه ولا تكونش الجلابيه لازقه؟ يا خبتك يا فاطمه. يا اهل الدار. يا مرحب. اهلا يا فاطمه، اتفضلي. يزيد فضلك يا مولانا. هي فاطمه في حاجه؟ خبر ايه يا فاطمة؟ مالك يا بنتي؟ يعني هو طلب كده يعني،
لو ما فيهاش تباتي يعني ولا رزالة. ايه اللي بتاتا وتباتا يا بت نكلكي طلب اطلبيها على طول. يعني لو ملوت لبن يعني من حلبة الجاموسة يبقى كتر خيرك يا بت. البت انت لو عايزة الجاموسة بذات نفسيها قدها لك ولا تغلى عليك. يا ام الغايب يا حرمنا المصون. ايوه يا شيخ محمود. تعال. ايوه فاطمة ازيك؟ نحمد الله. بعدين بعدين السلامات بعدين. هاتي خد الكوز ده عبهولها لبن جواب من عينيا وعليهم قرصتين كمان. ربنا يبارك لك فيها يا رب ويطرح فيكم البركه ويرزقكم الصحه قدر يا كريم. اللهم امين يا فاطمه. ماليش غيرها لا عيل ولا تيل، وهي عندي بالكل كليله وفضل الله علينا عظيم والحمد لله. يعزك ما يذلك ويديك ما يحرمك ويسعدك ما يديمك ابدا يا شيخ محمود قدر يا كريم يا رب. اللهم امين. خذي يا حبيبتي. كتر خيرك. خيرك. تعيش يا شيخ محمود. العواف. الله يعافيك. زقي عجلك يا بنتي حنان وما تجيش الا من دهلك. ورينا يا ست. لا 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 كده اتاخرت عليا قوي. طب وانا هعمل ايه؟ ده انا جاي سايق باقصى سرعه. طب اسمع مني بقى الكلمتين اوام اوام علشان مستعجل. اشرب الف هنا. شوف انت يا اخويا هتبقى جاهز امتى وانا قدامي هنا بدل العروسه عشرة كلهم امارات بدر منور يستاهلوا بقك. بس انت همتك معايا. همتي؟ همتي في ايه؟ ده انا فاكر ان انا جاي اشوف العروسه وادفع المهر ونحدد الدخل اوام اوام بكره ولا بعده. فيها راويه. طب وليه السعجله والكرواته دي؟ يوه ده انا كنت جايه عشان اتفق وياك. اصل بصراحه الكلام القديم بالنسبه لمهر العروسه ما عادش ينفع. طب ليه الطمع؟ طمع؟ لو انت فاكر كده يا حبه عينيا انا بجيب لك العروسه بعبلها وبقول لك خد يا عريس الف مبروك. لا يا حبه عين، ده انا بصرف كتير كتير قوي على لبس وتنظيف وتزويق ومهر يملى عين اهل العروسه عشان ما يعفروش وياي. طب تصدق ده انت لو شفت العروسه قبل التنظيف لهويه ما تسلمش عليها ويمكن حتى ما تفكرش تبص في وشها. ماشي ماشي يا راوي. المهم لقيت العروسه؟ لسه هقابل ابوها النهارده. بس انت يا اخويا همتك معايا وهز شويه. هز هز المهر. هز المهر يا حبيبي بس هز وهزه جامده عشان تنول المرادي عنيا. ماشي ماشي. يلا انت بقى بالسلامه. ربنا يرعاك يا اخويا. سلام عليكم. الف سلامه يا عريس يا سكر بطه. ينيلك. هو مين ده يا ست؟ عريس وطالب القرب يا بنت. يعني ده جواز على السن وكتاب ربنا؟ يو لو انت فكرك رايح لفين يا بنت يا حنان؟ ومقام السايح ما فكري لحق يروح ولا يجي. بقولك ايه يا بنت؟ ايوه يا ست روي. انت فاكره البنت اللي كانت في الطاحونه عماله تقول لك دوري وما دوري؟ انهين دي يا ست؟ ما كل اللي كانوا هناك اللي بيقولوا الدور واني قبلي واني ايوه 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 ايوه. تكونش دي البت الفرع اللي طبطبتي على صدرها كده؟ برافو عليك يا بنت، شكلك هتاكلي معايا عيش بالقوي. ايوه هي. ايوه مالها يعني؟ البت دي بت مين؟ لا مش عارفه يا ست، بس عارفه الدار اللي هي منها، شفتها كده كذا مره بتبص وبتطلع، اكيد ده بيت ابوها. تكونش دي البت اللي لفندي البيت عايز يتجوزها؟ لا يا بنتي حنان، البت دي ان شاء الله ان شاء الله متشاله العريس علاوي. بيم اللي بجد بس مش وقتها. انما بقى عروسه البيت اللي انت شفتي معايا من شويه ابوها هيشرفنا بعد الفطار عشان نفرح ونزغرط لبيته. يلا يا محمد. يلا يا حبيب امك. طب يلا بقى رجعت. حاضر يا نور عيني. حاضر حاضر يا اختي. ما
انت ما جعتش يا حماده؟ جعت يا حبيبي تلاقيك، بس بروق عليكم، انا مبسوطه منكم علشان انتوا عرفتوا تصوموا زي الكبار، امال ليه ما انتوا كبار؟ ما شاء الله عليكم، ربنا يحميكم. شوفوا على الاذان، الله اكبر الله اعظم يا عزيزي قوي يا رب. يلا يا خالي. يا زينه يلا يا خاله، يلا الاذان قدن يا خالي، خليهم ياكلوا هما، لسه بدري على الاذان. يا خاله الاذان قدن يا خاله، يلا بسم الله، يلا يا ام الغالي. يا وافي اهلا يا حنان، تعالي حماتك بتحبك. بصي 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 ده انا جايه على الاذان بالمظبوط اهو. اهدى يا حنان، ابو العيله شايع الاكل ده. لا يا خالي ده فطوري، جبته وجيت افطر معاكم. جيبي واحكي يا فاطمه، كنت لسه زعلانه مني يا بنت؟ انت لسه فاكره بنتي قلبك اسود؟ صحيح، كلي كلي. خدي يا محمد، خدي يا خاله بلانا وشيف. يا خالي يا خالي، خدي يا حبيبتي. انا عامله فته بلبن حلوه قوي يا اختي، هناكل كلنا. خدي تستاهل بقك، بس ذوقي ذوقي يا حنان. ماشي يا خدي. ماشي والله يا حنان. وبعدين كل ده اكل يا حفيظه؟ كل ده ليه؟ عامله عزومه؟ انا ما بحبش استخسر في نفسي حاجه، صايم وجعانه وتعبانه من الصبح، ملحقه ورا الخدامين اللي مالين الدار ومش عايزين يشتغلوا وعايزين ياخدوا فلوس. افهم الخدامين دول جايين يعملوا ايه بالظبط؟ وعمالي كمان صايم وما كانش حاجه من الظهر. وبعدين ربنا شرع الصيام ده عشان التوفير مش عشان التبذير. كل ده طير اندبح. ايوه بس انا النهارده انحرق مني دم يملى جري وكله من فهيم البهيمه، عارف؟ حسستني اني ناقصي. ما هو بالك انت لو تشيلي فهيمه ده من دماغك هترتاحي وتريحي، وكمان لو جبت لنا حته عيل هتخرسي لسان فهيمه وغيرها. ايوه سد في نفسي واحرق دمي، ماني كنت ناقصاك. خلاص قولي انا غلطان. خلاص. لا مش خلاص، دي واحده قليله الادب وعامله راسها براسي، وعارف بتردلي الكلمه بعشر. ده انت المفروض تخليها عبره لمين يعتبر، هي واخوك الدلدول دي. يا بنت انا بقول عليك بتفهمي وعقلك كبير. معقوله ده انا حامد ربنا وشاكر فضله ان علوان بطل يكلمني في موضوع الارض والورث والفلوس، اروح انا بقى اجر شكله واجيب لي نفس وجع الدماغ من الاول وجديد؟ لا ريح دماغك يا حنين، واني مش كتعي، اعرف اخد حقي كويس قوي. لا وعندي اللي يجيب لي حقي. بقول لك ايه، خدي اللي انت بس حقني وهاتي لنا حته عيل كده خلينا نفرح. ايه والله نفرح. هو انا يا اخويا كان في وصفه وما عملتهاش؟ مشيت ورا الجهله وورا العلمه، كله ما بينفعش. لو في حاجة جديدة أنا ما عملتهاش وأنت تعرفها يا أخويا قول لي، دليني على طريقي. طب بقول لك على حاجة، ما تعملي زي أمك الله يرحمها. هي أمك عملت إيه؟ أمي ما خلفتش. ما خلفتش إزاي يعني؟ أمال أنت إيه؟ لا في الأول يعني قعدت كام سنة كده ما تخلفش، وبعد كده بقى عملت إيه؟ عملت إيه؟ خلفت ناني. أيوه وبعدين؟ وبعدين اخويا علوان. ايوه انا اعمل ايه عشان اجيب بغل زيك وحمار زي التاني؟ انا بقول لك اعملي زي امك الله يرحمها. عملت ايه امك الله يرحمها؟ مات. العسل الابيض دي ليه فوايد ما تقولش لعدوك عليه. بالك انت فيه واحد راجل راح لسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. قال له يا سيدنا النبي انا اخويا بطنه بتوجعه. قال له اديله عسل. راح اداله عسل ورجع قال له بطنه ما خفيتش، قال له اديله عسل تاني، راح اداله عسل تاني ورجع قال له بطنه ما خفيتش، وراح واداله عسل تالت مره ورجع قال له رسول الله بطنه ما خفيتش. سيدنا رسول الله قال له ايه؟ قال له كذبت بطن اخوك وصدق قول الله فيه شفاء للناس. امال ايه؟ ايوه نعم طبعا، صدق الله العظيم وصدق رسول الله. ايوه وفي احسن من العسل. امال ايه؟ امال انا ببيعه ليه وبوصفه للناس ليه؟ ما عشان كده. لو انت فاهم ان العسل اللي كان بيقول عليه سيدنا النبي زي العسل اللي انت بتغش وبتبيعه للناس يا مبروك. يا اخويا شوف الراجل وكلام، يعني جت على العسل يا ام؟ طب الناس بتاعت الكفر بتاعنا المكسحين دول يقدروا على تمن العسل الاصلي اللي مش مغشوش
طب داني بغش العسل عشان اكسب فيهم سوا. يا سلام يا سلام، شوف الكلام. الا هو الواد حسان اتاخر ليه كده وراح ينده الزفت محروس؟ ايوه اه، هتلاقيه اداله قرش ولا تعريفه وقال له روح قول انا مش هنا. لا ما اظنش يا عمد، لو كان اداله قرش ولا تعريفه وقال له كده كان جه طوالي وقال لك ما لقيتوش في الدار. لا غلط طبعا. امال ايه؟ لو كان اداله قرش ولا تعريفه كان جه على طول وقال ما لقيتوش. ايوه صح، انت اصح يا عمد. اهو اهو جه اهو. تمام يا حضره العمد. ايه يا ولد؟ اداك قرش ولا تعريفه وقال لك روح قول انا مش هنا؟ دي دي ما هو يا حضره العمد. امال اداك كام؟ ما ادانيش حاجه، والختمه الشريفه دي بس يعني زي ما تقول حضرتك كده الطريق كان زحمه، كان مليان بط ووز وسلطات وعيش وكده. ايوه ايوه. وانت عايز ايه يا ولد؟ جنابك اللي عايزنا يا جناب العمد. ايوه ايوه. جالك كلام يا مبروك؟ ايوه جالي يا عمد. عرفت ان انا كان عندي حق؟ اما وانت تغلط عمرك. قول لي يا ولد، ازاي الست والدتك؟ بخير والحضرة، بخير والحمد لله يا حضرة العمد. طب كويس انها بخير والله. انا سامع بقى ان انت عريس جديد، قال دخلتي تاني يوم العيد. مين؟ دخلتي تاني يوم العيد وجنبك اول المدعوين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده على خير باذن الله. ابوك لو كان عايش يا ولد كان هيفرح بيك قوي قوي والله. قول لي بقى، وديت فين بقى البهيمة اللي انت سرقتها من الزريبة عندي؟ اظن لسه ما بعتهاش. بهيمة ايه حضرة العمد؟ ايه يا ولد انت مسجل بهايم، والدفاتر بتاعتك بتقول ان انت ملطوط في سرقة بهايم قبل كده، بس طلعت منيه انه بدي بقى يا حيل ومش هتطلع ولا بالطب للبلدي. يا حضرة العمد بدك تهاري. اخرس يا ولد. وحضرتك عايز مني ايه يا جناب العمد؟ ايوه حلو، عايز مني ايه دي؟ ايوه كده. العقد جاهز يا شيخ مبروك. امال العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام باذن الله. اتفضل يا عمد. شوف انت قرفتك حلوه يا ولد، العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام. يلا اقسم لنا بقى بصمتك الحلوه كده يا عريس. انا يعني لو تسمح لي يعني. يا رايح يا واد يا محروس يا ابن ابو سالم، ما تنطق يا ولد اهدي. يا بشيخ مبروك، انا لا بعرف لا اقرا ولا بعرف اكتب، انا عايز حد يفهمني بس انا هبصم على ايه. لا ما حدش هيفهمك عشان انت فاهم وعارف كل حاجه وبتستهبل، لا حد هيقرا لك ولا حد هيقول لك. اهو العمد قال لك اهو. يلا يا ولد ابصم بقى عشان تاخد قرشين حلوين والله ينفعوك في الجواز، ده انت داخل على جواز وعيدنا يا رب. ابصم. مش هتبصم. امسك يا شيخ مبروك. يا ريت مش هتبصم. اهو. انا مالي؟ بدني اتحرق. يا واد ابصم وارحم الخفيه. ابصم. طب والنعمه، فرحت البنت الجميله قوي، بنتك ما شاء الله بدر الدور، ده الراجل اول ما شافها وقال هي دي ولازم اتجوز. بس هو شافها فين بس يا ست؟ ما هو صاحب خالي في الشغل في مصر، وخالي لما جاي يزورني جابه معاه، ويظهر كده يا اخويا ان شاف بنتك وهي بتملى ولا بتطحن مش فاكره. القصد ان هو شافها لنصيبها وحظها الحلو. ها نقول مبروك. صبرك بس عليا يا ست، انا سمعت يعني ان الجواز ده يعني مش حلال قوي. يعني مش حلال قوي يعني ايه؟ هو في حلال قوي وفي حلال نص نص. هي البلد دي بتحلل وتحرم على مزاجها ولا ايه؟ بقول لك الراجل هيجي يتقدم لها رسمي وعلى عين الكل، وهيدفع المهر اللي انا قلت لك عليه ومحدش شريكك فيه، وهيجيب لها الشبكه اللي هي عايزاها، وكلها شهر واحد يا اخويا، وبنتك ترجع شاربة النعمة ومتنغنغ، وألف واحد يتمناها ويجي يطلب إيديها منك. يلا سمعني كلمة حلوة وروح قول مبروك لبنتك. طب ومقام السايح إذا كان كده؟ دي جميلة بنتك دي تبقى بخيطة مبخاتي أو حيط ربنا. أهي حنان بتقول لك نفس الكلام، بنتك حظها واسع، ما توقفش في الخلة تندم انت وهي. بقول لك يا ست، يعني هيدفع المهر كله في مجيته دي؟ لو عايز يا اخويا يدفع المهر كله قبل ما يجي ماشي الكلام. على البركه. سمعيني يا بنت يا حنان، زغروطه حلوه لابو جميله وبنته. Thank you.
انت العالي فوق كل عالي، وانت اللي بتغني وانت اللي بتفقر. يا رب انا مش طالبه منك غير الستر، وانك تكفيني شر العوزه وشر زعقه الجوع في البطن، انا وعيالي وابوهم وامه العياني. يا رب انت اللي احن على المولود من الوالده، عالم بحالني وغني عن سؤالي، ورحمتك رسملني في حالنا ومحتلنا. يا رب يا رب ما تجعلنيش يا رب مد ايدي لحد غيري، يا رب ما تجعلنيش يا رب مد ايدي لحد غيرك. الطف بينا يا رب، الطف بينا يا رب وارحمني. الرحمن الرحيم يا رب، انت الرحمن الرحيم يا رب. يا رب يا حلاوة يا ولادي، يا حلاوة يا ولادي. بس كده اهو ادي السي. انت بتفكر انك هتقفلها علي؟ ده بعيد عن شنبك يا حيل. لا بعيد ولا حاجة يا اخويا. يا غباشي انزل بالسه، ولو معاه الجهار اقفلها له بالشيش طوالي. وانت بتتكلم ليه اصلا؟ ايه؟ انا سكيت لك من الاول يا لملوك علشان خاطر غباشي، ونبهت عليك مرتين وثلاثه ما تفتحش بقك. خلاص يا ابو العيله خلاص، انت هتتلكك ولا ايه؟ انا كنت هلعب البيش من الاساس. لا والنبي يا اخوي. طب اهو ادي الدور اهو عشان تبقى تلعب البيش وتنبسط بقريب. ايه التلاكيك دي يا ابو العيله؟ ما تتزربنش علينا كده، الحق بقى تشيل المشاريب يا ابو العيلة. وانت شخشك اصلا انت؟ قال لها تصدق يا لملو، انت راجل عديم الاخلاق. من غير ما نغلط في بعض يا ابو العيلة. خلاص يا عم ادفع كده المشاريب وما عدتش تلعبني تاني ابدا. لا والنبي ايه ده، انت حلو انت كمان اهو. طب يمين بالله العظيم انا كنت جاي وناوي احاسب على كل الطلبات اللي انا طلبتها، بس بعد الحركات اللي انتوا بتعملوها دي انا مش هدفع حاجه، وانت اللي هتدفع يا غباشي، لان العشرة كده عليك، انت اللي مغلوب. يا عافية بقى يا ابو العيلة. اديك شفتها بعينيك، عافية يا سيدي. وانتوا الجوز اما تلمتوش هطلع غلب الدنيا فيكم، ومش هيبقى كلام بس. هيبقى ايه يا ابو العيلة؟ هتشوف اهو. تعالى بقى يا لملوك. يا ابو العيلة، 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 يا اوعى كده. خربت شيطانك، رجلي بينها اتكسرت. يا الف سلامة عليك يا ابو العيلة. يا ابو العيلة، يا ابو العيلة، اوعى يا غباشي حد يسمع بكده. احنا نقول لفاطمي اني وقعت في الطاحونه. ما تخافش يا ابو العيلة، اسند علي، اسند بلاني بعد ايه. حاضر يا ابو العيلة، اوعى كده. اجمد يا ابو العيلة، اجمد شوي. استغفر الله العظيم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا واد افهم بقى، ولا بقى لي ساعه عمال اقول لك ان طاعه ولي الامر من طاعه الله، وبعدين العمده عثمان دي ولا زي اخوك الكبير، رايد لك الخير، ما تعصيش دماغك امها. خلاص يا مبروك، فيه ايه؟ احنا اول مره نشتري ارض ولا ايه؟ كده الكلام طول قوي يا ولا. حضرتك جنابك اللي بتطول في الكلام. ولا اختيش يقولها ايه؟ انت بتكلم واحد صاحبك على القهوه دي جنب العمده يا ولا. يلا يلا محروس، وبصم على العقد، وبعدها باخد الفلوس من جنب العمد. اخد الفلوس الاول وقبل ما ابصم على اي حاجه كمان. ايه؟ لو انا يعني ما اقدرش اخد منك الفلوس بعد ما اديها لك، وما اقدرش كمان ابصمك على العقد دي من غير ما اديك مليم احمر. وليه كده يعني؟ يا وادي فهم قال لي المبلغ اللي بيقول لك عليه جنب العمد مش قليل بالنسبه لحته الارض اللي انت بتتكلم عليها دي. يلا اقعد امضي على العقد. لا قليل، وقليل قوي كمان يا بشيك مبروك. وبعدين انا داخل على جواز وخلفه وعيال، وما حلتيش غير حته الارض دي والدار. ارميها يعني كده ولا كنت ارميه؟ اسمع بقى يا واد انت، انا بقول يعني ان انت لسه صغير وعقلك على قدك، لكن انت عليك سابقه قبل كده، فلو دخلت السجن يا حبيبي لا هيبقى في جواز ولا خلفه ولا دياول. وادخل السجن ليه بقى ان شاء الله؟ وان كان على السابقه اللي انت بتقول عليها يا عمدي، فالناس كلها عارفه، وانت كمان عارف ان ولاد عمي بلغوا بلاغ كده عشان خاطر خناقتنا سوا، والحمد لله طلع بلاغ كاذب وخدت براءة.
يعني كان مغرزه معمول فيه. يا وديفة اقسم بالله العظيم تلاقي. خلاص يا مبروك خلاص، احنا مش هنقعد نهاتي. اثبت يا واد يا حرام انت هنا مكانك. حرام ليه وانا سبت منك ان شاء الله؟ انت تخرس خالص. هات لي واد البيه المامور على التليفون، انا هربيك واعرفك ازاي تتكلم مع جناب العمده. ايه ده يا عمده، اقعد اهدى امال. ايوه ايوه يا طرب. ايوه جناب العمده، محتاج جناب المامور. هي زادت ولا ايه؟ جناب المامور اهلا وسهلا. حاضر. دي كده باظت خالص. لا يهمك يا عمده. جناب المامور عايز اهدي. ما قاليش. ايوه معالي الباشا، اهلا وسهلا. يا مساء الانوار. لا باشا طبعا، حتى يا سيدي لو لغوا الالقاب، البشوات بشوات والاكابر اكابر. ايوه امال ايه؟ لا سعادتك مش خير خالص. فيه واد حرامي هنا سرق زريبتم البهيمه عندي، سرق بهيمتم الزريبه عندي. لا الغفر بتوعي قبضوا عليه ومتحفظين عليه. كذاب كذاب في اصل وشك. سامع يا باشا؟ شايف بيكذب وبيشتم ووشه مليان كدب اهو. شايف سعادتك؟ متشكرين يا باشا، ربنا يخلي معاليك ليني. مع السلامه. وايمانات اللي انا بيع لك شبر من ارض ابوي. ها يا واد عيب يا واد، انت بتكلم العمد حتى لو اديتني قد ثمنها مرتين. يا واد اختيش يا ولد، قال لي شر الحليم، امال ما انتش عارف اللي هيحصل لك. انا مانيش خايف بقى من حاجه، واللي عندك اعمله. انت بتقول اللي عندك اعمله؟ طب انا مش هعمل حاجه، خليك بغيظك بقى كده. اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. بروح عليه يا عم زناتي، بروح عليه يا عم زناتي عشان خاطر ربنا. خلاص خلاص انت هنا اهو، انت هنا اهو خلاص. يا عمي يا عمي. ايوه يا اموري. قالت لابويا خير بنت. طفي من بقك يا بنت، حرام عليكي. نقول ايه يا رب للقضاء والنصيب غير الحمد ليك والشكر ليك. الجزعه الجديد اصلها، اصلها الجزعه جديدة. شديده؟ شديده ازاي يا عم زناتي؟ طالما اتجبرت كده يبقى ان شاء الله هتخيف، بس يعني هتتاخر شوي. تتاخر ليه بس؟ ليه كده بس يا رب؟ كان لازم يعني تقع من على الطاحونه يا ابو العيله. الوجع شديد قوي يا زناتي، جامد قوي. معلش شويه دول لابد منهم يا ابو العيله. الف سلام عليك يا ابو العيله، ان شاء الله لو انت لا يا اخويا. تعيشي يا فاطمه تعيشي، الامر لله. يا مين يجيب لي اليوميه من عند صاحب الطاحونه؟ الراجل روح قبل الفطار وقال لي ابقى افوت عليه بالليل. انا معدي على الطاحوني وانا مروح، بس يعني ما ملكش عدي النواحي دي الليله. كل سنه وانتم طيبين، موسم بقى. طب انا ممكن اروح معاك اجيب اليوميه بتاعت ابو العيله واديك اجرتك بالمره يا عم زناتي. شوف انا مشروع لي ان اضربك واعدمك العافيه بالقانون، بس انا برضو بقول الوقت لسه ملكينا يا محروس. أنا ممكن دلوقتي أكلم جناب المأمور وأقول له أنا اتنزلت عن البلاء والبهايم رجعت والمسامح كريم وأني سامحت. يا واد أنا مش عايز أظلمك، أنا بحبك، ده أنت زي أخوي. أنا ملياش إخوات وأنت مش زي أخوي. اسكت يا ول، اسكت يا محروم. لا مش هسكت ومحدش يقدر يسكتني. أنا ممكن أبيع لك يا عمدة ماشي، بس برضايا وبخطري وبالسعر كامل اللي أنا أقول عليه. ما تفتريش عليا يا عمدة وتاخد أرضي كده بالعافية. عافية؟ اخرس يا واد يا حرامي يا نوري يا ابن الكلب. والله ما حد حرامي ولا ابن كلبك غيرك انت يا عثمان. عمر يا واد انت البلطجيه انت وهو، وصوم على الهدف ده. ولا بلطجيه مع بعض. يا سلام يا ابن الكلب، اجري وراه. هاتوا ابن الكلب ده، امسكوه موتوه، هاتوه عشان اموته. اجري هذا انت وهو. كلهم جريوا. فين مبروك؟ مبروك جري هو كمان بقى كده. مبروك ايه؟ الواد هرب. ايوه هرب ابن الكلب. والله كنت هموته يا عمد. المهم انت اقعد اقعد. الف سلامه ليك يا عمد. يا ابن الكلب قول لي الطلقه جات لك فين؟ ما جاتش فيا، جت جنب دراعي كده. الحمد لله. طب بقول ايه؟ اربط لك صباعك عشان الناس. بقول لك ما جاتش فيا، اربط لي دراعي كله. طب هاتولي زناتي عشان يطببني. قلبي عندكم يا فاطمه. يومية ابو العيله هي الراجل صاحب الطاحونه اديها لي بالعافيه. قال ايه؟ بيقول ان ابو العيله عطله في يوم موسي. ايه الراجل عديم الرحمه ده؟ يعني هو ابو العيله يعني كان قاصد يجزع رجله على المكنه بتاعته يعني، ولا كان قاصد؟ فين الراجل ده؟ ما تاخديش بالك يا ست فاطمه، الناس خلاص بقت على الفلوس مشعوري. يعني هو ابو العيله يعني كان قاصد يا عم زناتي ولا كان
قاصد، لا اله الا الله، استغفر الله العظيم يا رب. يلا يا ست فاطمه، ورايا شغل سايبه عشان خاطر جوزك. خدي يا عم زرقتي، تشكر الف شكر. ايه دول يا فاطمه؟ ايه شويه. اقول لك بلاش خالص احسن. ليه بس يا عم زناتي؟ خلاص ولا تزعل نفسك، خدهم كلهم لو ده يرضيك. كل اللي معاك دول يا دوب ابقى مسامح في الباقي كمان. كمان؟ طب بس والنبي يا عم زناتي تسيب لي 3 مقلب، إلهي يا رب ربنا يسترها معاك لحد بعد العيد بس، وأنا رقبتي سداد، هيبقوا دين في رقبتي والله لحد بس بعد العيد. يا زناتي! أنت فين يا دكتور زناتي؟ ده أنا قلب عليك الكف. ليه خير؟ 3 مقلب والنبي يا عم زناتي الله يسترها. ما تستني بقى يا فاطمة ما نشوف في إيه؟ في إيه يا عم أنت؟ فيه إن أنا عايز 3 مقلب كمان، إشمعنى هي؟ ولا يعني عشان حلوة قوي خالص؟ ما تحترم نفسك يا غفير أنت! جرى إيه؟ هو احنا سكتنا له دخل بحماره ولا يعني سكتنا له دخل بحماره؟ انا وديني ومعبد المره اللي فاتت ما رضيت اقول لابو العلي عشان انا مش عايزه مشاكل، لكن المره دي انا هقوله اخليك اكسر عظمك، ولا انت ايه يا ناشر غفير العمدي؟ حد كلمك يا ست انت؟ انا جاي لزناتي، هم فوت يا زناتي في يومك المطين ده، العمده عثمان مضروب بالنار. ايه؟ هم فوت بالعجل. يا عم زناتي 3 ملم ونبي يا عم زناتي. يا خيبتك يا فاطمه، يا خيبتك يا فاطمه. عايزة وابور وعجلة حديد تجيب الغرايب من بلاد بعيد، عايزة وابور وعجلة نحاس تجيب الغرايب من بلاد الناس، عايزة وابور وعجلة حديد تجيب الغرايب من بلاد بعيد. ايه يا عمدي خير؟ ايه اللي حصل؟ ضربني بالنار ابن الكلب. ايوه والطلقة جت فين يعني؟ جت جنب دراعي كده اهو. جنب دراعي كده اهو؟ ايوه يعني انا عالج ايه دلوقتي؟ عالج جنب دراعي كده اهو. يا عمدي دراعك دراعك في حاجة؟ ايوه اهو دراعي بقى من ساعتها عامل كده اهو، كل ما اجي افرده كده ما يتفردش، اجي افرده كده ما يتفردش، ما بيتفردش كده خالص. اتصرف انت بقى. ايوه ايوه هي ضربه النار بتوجع انا عارف، استحمل هي مؤلمه حبتين. اي استحمل يا عمدي. اي معلش هي بتوجع. اه الحمد لله اهو اتفرد اهو. ايدك فيها الشفة. تشكر يا عمدي، ابعد عن الحوادي والتقالي. ماشي. أي خدمات مني تاني يا عمدي؟ هات يا بيت. إيه ده كله ليه؟ ليه؟ خد قرش أهو وحسك عينك تقول الطلقة ما جاتش في دراعي. هقطع خبرك. الطلقة جت في دراعك يا عمدي، ما تقلقش، الكفر كله هيبقى العلم. الطلقة جت فين؟ في دراعه. الطلقة جت فين؟ في دراعه. بالإذن. والحمد لله رجلي خفت. ايوه سلامتك يا عمدي. ما سمعتيش؟ قال لي ابعد عن الحوادث. قال لك الطلقة جت فين؟ في دراعه. قال لك الطلقة جت فين؟ في دراعه. قال لي ابعد عن الغباوة. حلوة. يا بيت يا بيت تنطقي وقولي لنا الواد ده مستخبي فين. طب حتى قولي لنا هو مستخبي فين؟ يا بيت احنا تعبنا من اللف، دورنا في كل حته، دورنا في كل خون، في كل كون، في كل مصيبه. وبعدين بصي انا عايز اطمنك، اطمني خالص، حط ببطنك بطيخه صيفي، هو بعون الله رايح في داهيه. في داهيه يا رايح، رايح في داهيه اهو، طمنك اهو. قولي بقى خايفه ليه؟ خايفه ليه بقى؟ ولا تكوني خايفه ليه بقى؟ ما هو الرئيس طمنك وقال لك ان الواد محروس بعون الله، رايح في داهيه رايح في داهيه. جبت تنطقي بقى داهيه ده خدكم انتوا والعمده اللي مشغلكم. ايه حلوه. هو كان عمل لكم ايه يا ولاد الكلب؟ بقى انتوا اللي كنتوا تقعدوا تتسهروا وتتسامروا وياه وتشربوا الشاي من ايديه؟ خلاص العمده عمل لكم كلاب تاكلوا في الغلابه وانتوا عميانين. ما يصحش كده يا منار، عيب. سيبيني يما، سيبيني اعرفهم هم ايه. اخرسي، محدش هنا لا يزعق ولا يهت ولا يبت. يا بت احنا مين يا اختي؟ ها احنا مين؟ انتوا شويه بولخ في رجل العمده. بولخ؟ نسيتوا صاحبكم يا كلاب يا خونه؟ بولخ رسيت لبولخ. انت بولخ؟ انا سنجاب. تبقى بولخ انت يا ريس، يا ريسنا.
تبقى بلغي. لا أنا واعي. الريس بلغي؟ دي شتيمة. شتيمة وإحنا في مأمورية ميري. لا بقي معلش، دي تبقى شتيمة وإحنا في مأمورية ميري. ايه؟ مش كده يا ريس؟ أيوة شتيمة في مأمورية ميري وهتروحي في داهية. انت عارفة يا بت يا جهلة، عارفة شتيمة في مهمة ميري معناها ايه؟ ها دي معناها كبير قوي. قول ليه معناها ايه يا ريس؟ قول ليه انا مش عارف. ايوه معناها ان احنا في مهمة رسمية وانت غلطت فيني، هتروحي في داهية. ما تاخذوهاش والنبي على كلامها الناشف دي، اصلها يعني خلاص خلاص خلاص، لا اصلها ولا فصلها ولا فصلها ولا اصلها. لا كده ولا كده. غفر غفر سلاح للخال فضور. انصرام غرو داهية تاخدكو. هو محروس كان عمل ايه يام؟ كان عمل ايه؟ يعني هو الغلبان ملوش نصيب يفرح ولا يعيش مرتاح في البلد دي؟ ان شاء الله خير يا بنتي، هو ربنا شايف وعارف، هو قادر على كل قادر، هو عزوة الضعيف وسند المظلوم. محروس ده يام، محروس ده العيال شفتوا في امك نامت جنبهم واني صحت من شخرها. سلامتك يا ابو العيل. قالوا ايه؟ ما يقع الا مين يا شاطر؟ يا شافي يا عافي. قالوا ما يقع الا ابو العيل. صح يا شاطر، ما تضحك يا شاطر. الف سلام عليك، الف سلام عليك. نهار شاشق يا ابو العيل، مش عايز تنعس؟ تاني نفسي. تلاقيك مش قادر، تنقح عليك رجلك. مش قوي يعني. لا بتنقح. سلامتك يا اخويا. بقول لك يا فاطمة، قول، هو في اكل في الدار؟ ايه يا حومتي يا حومتي، احنا ما تسحرناش وفي اكل والله يا ابو العيل. انا بسأل عشان امي والعيال. الواد زناتي المعفن ياخد السبع قروش اليوميه كلتها عشان جبيره معفنه زي دي. معلش يا اخوي، فتاك 700، واذا كان على الاكل فمك ربنا يا رب يبارك لها في عمرها وصحتها، لقمه بس تحييها كده من الموت، وهي ما بترضاش تاكل اصلا غير بعد الادام ما يد. اها يعني ما فيش اكل في الدار؟ فشر، في اكل طبعا. كوزين دورا ناشفين. سيدة يا فاطمة، وعشني على في البهايم بتاعك دي. امشي. طب شوف بس فاطمة كده لما تحطهم في شوية مية مغلية وتروح سقطهم فيها كده، وبعدين تهرسهم بشوية زيت ورشة ملح، ابقى كلهم بقى ساعتها وقول لي يتاكلوا ولا ما يتاكلوش. لا يتاكلوا يتاكلوا. بس زناتي زناتي ياخد مني السبع قروش كلها. يا لهوي يا ابو العيلة، ما خلاص يا ابو العيلة قلنا فداه. انت عارفة يا فاطمة ايه اللي بيوجعني اكتر من رجلي دي؟ خير كفل الشر. انت يا فاطمة كان نفسي تتهني وتستتي معايا والبسك واكلك اللي يستحقوا جمالك وطيبتك اللي انا محسود عليهم في كل حته. خص عليك يا ابو العالي، وانت كل حين ومين تفتكر الكلمتين دول وينقحوا عليك تقوم قايلهم لي على طول؟ أنا اللي محسودة عليك، محسودة على طيبتك معايا وحنينتك عليا، ده انت كل أهلي وناس، أنا ماليش غيرك يا راجلي وعيالي وجراسي. يا زناتي يا ابني الجزمة. زناتي ده وقته. استني يا بنت، استني استني، أنا معايا فلوس. استني. أهي فلوس. فلوس ايه؟ انا رايح ايه؟ فلوس ايه يا ابو العيل؟ انت واجع رجلك، خبل مخك ولا ايه؟ الست راويه، الست راويه جات لي الطاحونه وادتني بقشيش عشان العيد.
راويه سرحت فين فلوس وراويه تديك بقشيش ليه يا ابو العيله؟ ما هي كانت جاتني الطحونه وبعدت حنان بشوال سن عشان اطحنه لها. تطحنه لها؟ سرحت فين؟ انا حطيتها فين الفلوس دي؟ هو ايه اللي تطحنه لها؟ دي كانت حته كبيره، باريزه كبيره. باريزه؟ ايوه حته واحده باريزه. دور كويس يا ابو العيله والنبي، حتى ما غيرتش هدومي. دور يا ابو العيله كده تحت رجلك دي. حسبي يا بنت، تحت رجلك الثانيه. حسبي يا بنت، بقول لك كل شويه انا في الخناقه. خناقه؟ انا قلت خناقه؟ انت ايه تقول الكلام؟ خناقه يا ابو العيله. انا قلت زحمه، في زحمه الطاحونه في الهوجه بتاعت الموسم. يا ربي كناش جبنا بيها ذات للدار. يلا الحمد لله، الحمد لله. في جامعتنا دي بميت باريزي كله من واد زناتي ابن الجزمه. زناتي تاني يا ابو العيلة. مناره بنتي يا مناره يا اختي. مناره ايه ده؟ انت اسمك سبب وكستك على الاخر. انت يا بنتي يا حلوه يا مناره. اهلا ام مناره، قلبي عندك يا حبيبتي. اهلا يا حمديه. اتفضلي يا اختي. عندك فين حبيبه قلبي وقره عيني؟ أول ما عرفت يا أختي إنك تعبانة قلت لك على طول. ما تزعليش نفسك يا حبيبتي، هما الحلوين كده يا أختي المحسودين على طول. زي بالظبط يا بت، أنا كمان النصايب نازلة ترف ترف على دماغي. هنعمل إيه للناس؟ هنعمل إيه للبني آدم في ظلم أخوه البني آدم؟ الناس دايرة يا أختي تظلم في بعضها وتخبط في ظهر بعضها. تعرفي يا منارة وملكي علي حلايف، أول يا أختي ما سمعت بالشدة اللي أنت فيها جت لك جري وسبت اللي في إيدي. تسلمي وتعيشي يا حمدية يا أختي، رمضان كريم بقى. وكريم بناسه. بقول لك يا أم منارة، أنا صايمة يا أختي وريقي ناشف، ما تلفيني شوية مية باللي ريقي. يو خدي يا أختي. قلتكوا حلوة يا أختي. شريك حد بيجيب في سيرتي. بقول لك ايه يا مناره، انت يا بنت حبيبتي وامك وابوك حبايبي يا بنت من زمان. ايه ولا الواد محروس وامه وابوه الله يرحمهم. ارفع بيت ابو الله يرحمه، كان منين ما يشوفني انا وجوزي وعيالي. هوب على قفا يا قفي، على قفا جوزي قفي. ايه ولا ام الله يرحمها ويحسن اليها ويبشبش الطوبه اللي تحت دماغي، اول ما تشوفني تقوم تف علي. خيرهم كان مغرقنا يا بنت. صحيح يا حمدي، خيرهم كان مغرقكوا وفاي. يبقى ليه بقى؟ ليه بتعملي كده يا حمدي؟ بعمل ايه يا بت؟ فيه ايه؟ بعمل ايه؟ ياك فاكره ان انا مش فاهماكي وفاهمه لفك ودورانك ده؟ لفي ودوراني؟ انا لفيت ودورت يا اختي، انا مش قاعده قدامك ثابته في مكاني اهو. ايه ده؟ ليه ظلم الانسان لاخيه الانسان كده؟ عيب عليك، بتظلميني ليه؟ بقول لك ايه يا حمدي؟ محروس احنا ما نعرفش مطرحه، روحي بقى بلغي العمده اللي بعتك تلفي وتشمشمي شمال ويمين. عيب عيب كده يا منارة يا بنتي. ولعلمك لو اني اعرف مطرح محروس مش هقولك. ايه رأيك بقى؟ ايه اخصى عليكي تلات اقصات اقصتين اقصى بقى؟ انا يتظن فيا الظن الاعور دي واني صايمة وتعبانة وجاية طل عليكي. اقص اقص، ما كانش العشر. بس بس كفاية كلام بقى لحد كده، ما تزعليش منها يا حمدي، انت عارفه اللي حصل لها ده مش شويه يا اختي. زعلانه زعلانه وقلبي مكوي منها. منك لله واني صايمه كده، واني صايمه منك لله يا مناره، زي ما ظلمتيني يا مناره وانا سايبه العيال وجايه طل عليكي. منك لله انت يا اختي، انت عايزه مني ايه؟ اشق هدومي ولا ولع لك في نفسي؟ قومي غوري يا وليه، غوري يا كلمه العمده، غوري غوري ده هيتاخدك. غوري يا وليه هتسقي، خرجيها بره. بس يا لهوي بتزقي يا ماما منارة. بس يا بتزقيني يا منارة، اللي هتترمي في مغارة. ماشي يا منارة، انا بتزق، انا اتزقيت خلاص. بس بس هدي خلقك بقى، لا تحصل لك حاجة، خلينا في مصيبة واحدة. لطف بينا يا رب. انا مش فاهم، هو مش بعت الغفر الكلاب بتوع دول قبل كده يسألوا ويشمشموا؟ بعت الكلبة دي ليه كمان؟ نار يا ولاد، نار ايده في رجلي. معلش يا ابو العيلة، سلامتك من الاول وجع يا اخوي. هي مدام بتنقح عليك يبقى هتفش وحطيه بعون الله. معلش يا اخوي استحمل كده. استحمل يا فاطمة، استحمل. العوافي. العوافي عليك يا حنان. العوافي. ايه من رجلك يا اخوي، الف سلام. تربي وقع من على عبور الطحين امبارح. حول الله يا رب. الف سلامة يا ابو الولاد. الله يسلمك يا حنان تعيشي.
قال انت عرفتي منين يا حنان؟ انا والنبي يا اختي ما عرفت خالص، دي الست راويه بعتني لابو العيله عشان حبه الطحينه اللي في الطاحون. ايوه 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 دول في الطاحونه انطحنوا والله، بس الوعي ما خلتنيش اروح اوديهم ليه. يا حول الله يا رب، دي انت توديهم انت عشان تاخد حسنتك. ايه طب خلاص يا ابو العيله، أنا ممكن أروح أجيبهم من الطاحونة أوديهم ليه؟ تقال يا أختي تقال على المشوار من الطاحونة لحد البيت، ده أنا وديتهم مع الست روي في الكاريتة وتعبت فيها. تقال عليك يا فاطمة، أه رجلي. يا أخويا ولا تقال ولا حاجة، أنا هاجي معاك يا حنان، ألبس بس وأجيلك استنين. حاضر يا أختي. العافية يا خال. إيه؟ أبو العيلة ماله؟ سلامتك ألف سلام. ألف سلام. قوم قوم يا أختي قوم. ألف سلام. جرالك حاجة؟ الله يخليك يا عمدي. طب وريني كده. الله يخليك يا عمدي. بس نطمن بس لو في حاجة يعني ولا حاجة. سلامتك أنا تمام الحمد لله. ألف سلام. جيت سليمة الحمد لله. طب مش عايزة حاجة؟ الله يخليك يا عمدي. يعني أي حاجة. الله يخليك. ألف سلام. هي مين دي يا مبروك؟ دي بنت فاطمة مرات أبو العيلة الطحاني يا عمدي. إيه؟ ويا مرات ابو العيله دي متجوزه؟ امال ايه يا عم؟ ومتجوزه مين؟ ابو العيله يا عم، ابو العيله برضه. ماشي يلا. الف سلام. يا سلام فيك. ايه المناظر دي؟ ايه دي؟ ما شاء الله الاهرامات الثلاثه فوخه وفخرع ومنخرع. جاتكوا 60 نيله. اطلع. بنت حلوه مبروك. روح انت الزريبة يا ابو حليم. اهلا يا سعاده الباشا. ايه النور ده؟ اهلا يا باشا. الله يعزك يا عمده. وتقول لي لغوا الالقاب، المقامات محفوظه برضه، منور والله. وجودك يا عمده. انا عايز اعرف اللي حصل. ايوه طبعا حقك تعرف اللي حصل. احكي لي بالظبط اللي حصل من غير زياده ولا نقصان. انا احكي لك انا يا سعاده المأمور. الحكايه وما فيه ان الواد محروس ابن ابو سالم ده واد مشوا عليك حبتين. ام العمد الله لا يسيئه. قال لك انا هعدي الحال الواد ده واخليه مش عوج ولا حاجه. جاب الواد وخده من ايده من كام يوم وراح خطب له بنت من البال وخلى البنت تحبه كمان. ده دخلتهم كانت بعد بكره على طول. طب ايه اللي خلاه يعمل كده في العمده؟ بعد عنك. الواد شيطانه صاحي وضميره ميت والعوج يتنوا عنه طول عمره. الواد شيطانه وزه راح سرق البهايم. العمده الله يكرمه جاب ولا طعام محروس. قول لي يا حبيبي انت خدت البهايم؟ قول يا واد. قول خدت البهايم وديتها فين؟ قول يا حبيبي لو كنت بعت البهايم قول انا بعتهم لمين وفين؟ واحنا نروح نجيبهم يا حبيبي، ما فيش اي حاجه. قام الواد بعد عنك روح حابب فينا وقال لك مالكوش حدا بهايم، انا ما خدتش بهايم من حد. تخيل يا سعاده المأمور. ده واد مستبيع بقى. ده الواد ده صعبان عليا بالقوي، ده انا اللي مربيه. ايوه ما هو شر ان تعمل خير ان تلقى. اعدل. قصدي خير شر ان تعمل خير ان تعمل شر ان تلقى. شرق الدلتا. طب فين الغفير اللي الواد ضربك وبندقيته؟ اهو الغفرة كلهم موجودين اهم. اقف يا واد انت هو انتباه عشان جناب المأمور عايز يسألكوا في اللي حصل. لا مش محتاج اسئله، هاخدهم معايا المركز بصوم هناك. طيب بقى فيه ايه يا نيله مالك؟ عدم المؤاخذه يا حضره العمدة، انا زي ما تقول كده بطني بتتفرتك. طب امشي. امشي امشي. ده هي ذروتنا. انا بقول جنابك يعني ناجل حكايه المحضر ده لبعد الغدا. غدا ايه يا عمده؟ احنا صايمين. ايوه صحيح، ده انا ما اكلتش في الصبح. يبقى بعد الفطار. ماشي يا عمده. قول السحر سوا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بالشفا ان شاء الله يا ابو العيله. والله الحمد لله يا شيخ محمود. الوجع اهو كان حبي. قول الحمد لله يا رب العالمين. نحمد ونشكر فضله على كل شيء. حمدت ربنا انت على كده؟ كذاب في اصل وشك. ايه؟ لا حمد ربنا ولا شاكر فضله ولا تعرف نعم ربنا عليك من الاساس انت يا ابو العيله. لعنه الله عليك وعلى امثالك من العته والمهمشين. ليه كده يا شيخ محمود؟ ايه لسانك دي؟
دي مهلتة ولا تهزيه؟ ولا كل الصعيدة لسانهم زيك كده؟ ياد يا ترس، ياك الحمد والشكر بالكلام والزنطرة. بالإيمان يا قليل الإيمان، بالإيمان يعني ما وقر في القلب وصدقه العمل. فاهم يا أبو رجلي عايز أقطع أنت؟ الله يا شيخ محمود، أنت جاي تقرا على طيبان رجلي ولا على قطعيه؟ أها عارف أنت؟ لو رجلك دي تتقطع وما تعرفش تمشي بيها تروح القهوة تلعب بيها قمار مع المقاطيع اللي هناك دول أحسن. قمار إيه بس يا شيخ محمود؟ مين ده؟ دي تسالي كده، وكان يعني اللي بيخسر بيحاسب على المشاريع مش قمار خالص. بس والنبي يا شيخ ما تجيبش سيرة القهوة واللعب قدام فطني. الكلام ده شوف ليه معيش مرتك تعرف؟ ها؟ ليه معيش فطنة تعرف يا ياد؟ قمار يا أبو العلا لما تلعبوه على القهوة أنت والمقاطيع ده وتضيع في الفلوس اسمه قمار وميسر حرام. استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. يا حاج الركع عني وأنا والرجالة اللي مبضوع نلعب ضمنة محدش فينا بيبقى قاصد. لا والله نيتكم بتبقى سليمة، بتقعدوا تلعبوا أنتوا قصدكم تقروا جزء تبارك يا بارد يا يود. فلوسك أولى بيها عيالك وبيتك. أبوس إيدك يا شيخ، خف علي، خف يا شيخ محمود، وما يبقاش وجع رجلي وجع لسانك اللي بيحدف بولخ دي. أنت شايف اللي أنا فيه يا أخي، دعي لنا دعوة حلوة ياكش ربنا يشفيها لي. والله داعي لك يا أبو العلا يا ولدي، ربنا يصلح حالك ويشفيك ويوسع رزقك ويلهمك الهدي والرشاد. عارف رشاد؟ أمين يا رب، أمين يا رب. يلا أقوم أنا ألحق صلاة الجمعة، إن شاء الله الوجع حيكنك منها بابي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. بقول له تجدعنش كده وتسترجع وتتحمل على رجلك دي وتجي تصلي معنا ركعتين الجمعة، يمكن ربنا يشفيها لك قوام قوام. إزاي بس يا شيخ محمود؟ ما أنت شايف اللي أنا فيه. البركة فيك أنت، روح أنت عشان ما تأخرش وبأدعي لنا دعوتين. والله يا شيخ لولا خطبة الجمعة ما كنت سبتك تتحرك من جنبي دقيقة. لا والله عارف أنا يا أبو، والله عارف. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه ايوه ايوه، هنا يا فاطمه كتر خيرك، ابقى اوديهم انا. هنا ده ايه؟ الشوال ده دلوقتي يخش على اوضه الخزين. طيب هاتي عنك بقى يا فاطمه. هي اللي توديه، وانت خليكي هنا عشان عايزاكي. طب معلش يا فاطمه توديهم انت؟ بعد يا حبيبتي ما تدخلي الشوال اللي بيطلعي فوق عشان تنضفي لي المقعد، وبعدين تنزلي تعجيني وتعملي لي فطيرتين. اصل انا بصراحه نفسي في الفطير. حاضر يا ست. معلش يا فاطمه، هو رزق يا اختي. يا اختي هو حد يقول للرزق لا؟ احمدك ونشكر فضلك يا رب. على مهلك على مهلك. شهالي اللي جاب البيت دي هنا. لو انت ما دريتيش يا ست. لا ما دريتش. اصل ابو العيلي جوز اهي وقع امبارح من فوق وابور الطحين ورجليه اتجبرت، فاني قلت يعني. طب بس انت هترفعلي الضغط. بديها 3 ساخ كتك القرف انت وهي. 3 ساخ بس؟ يا لهوي بالي، قالوا عايزاها تشيل وتحط وتعجن. يلا اديها هني حتة بخمسة من معاي. دي بنت غلبانة برضك. أبا أبا عاوز عسلية. بس يا ولي احنا في رمضان. افرد رجلي.
ولقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر، بل ومن أكبر الكبائر، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين. ثم جلس وقد كان متكئاً، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت. فيا أيها الإخوة الأحباب، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إياكم وشهادة الزور، فإنها تنتصر للباطل على الحق، وتنتصر للكذب على الحقيقة. فلا خير في أمة توارت فيها الحقائق وتعثرت فيها الحقوق. حنان، حنان. ايوه تعالي حنان. ايوه النبي حنان، الهي يا رب ربنا ما يسيئك. اطلعي لحد الست قولي لها بس ان انا خلصت شغلي كله. كتر خيرك يا فاطمه، امسكي. هي سايبالك دول معايا. كان دول ايه ده يا حنان؟ كل ده عشاني؟ دول اقل من تعبك وشقاك يا فاطمه. دول فضل وعدل من ربنا يا حنان. نحمدك يا رب ونشكر فضلك عالم بحالنا. الهي يا رب يا ستي يعمر بيتك ويوسع رزقك، امين يا رب. طب يلا بقى روحي لابو العيله والعيال، احسن دول زمانهم مستعوقوكي على الاخر. ربنا يخليك يا حنان. السلام عليكم. وعليكم السلام. عيني عليكي، بنت فرحانه فرحه مجنون. بيقول ايه بقى الشيخ محمود في خطبه الجمعه دي؟ هو كلام فارغ يا عم، ده عمال يتكلم عن الكفر والكفر واعداء الدين وكلام من ده. يعني هو مش هيشيلنا من دماغه؟ هو ما وراهوش غيرنا ولا ايه؟ ما جابش سيرتك خالص يا عم، ده يقدر؟ يبقى بيلاح بالكلام. ما يلاح، سيبه يلاح زي ما هو عايز. لما يجيب سيرتك بصريح العباره يبقى لنا كلام، ولكل مقام المقال. شوف يا شيخ مبروك، انا بقول يعني ان خطبه الجمعه دي لازم تتكتب في ورق وتتعرض عليا انا الاول قبل الجمعه كده بوقت كافي، يعني اسبوعين ثلاثه كده ولا حاجه، اقراها واطلع عليها واقول يعني اذا كانت تنفع ولا تتغير. مين اللي يقراها يا عم؟ نقراها. ايوه نقراها يا عم، مظبوط. ما هو ده اجراء امن يا عم، ده ومن حقك مش انت العم ده. ايوه وفيه اجراء تاني يعني كنت عايزك تبعت تجيب البنت فاطمه اهي يعني تساعد حفيظه في الدوار. وده علاقته بخطبه الجمعه يا عم؟ لا ده علاقته يعني بينا هنا في الدوار. ايوه ايوه فاهم فاهم يا عم، دي البنت تستمنى يا عم. ايوه مش انت يعني بتقول انها بنت غلبانه هي وجوزها وعندها عيال هتسترزق؟ انا يا حبيبي مش ناقصني حد علشان يجي يخدمني، الدوار مليان خدامين اكتر من الهم على القلب. ازيك يا ست حفيظه؟ اهلا يا اخويا، انت كمان. يا ساتر يا رب، يعني قلبي عليك يعني يا حفيظه، يعني بيقول البنت يعني لهلوبه وشغلتيه وغلبانه برضه يعني ومش لاقيه اللضه، فانا بقول يعني من ناحيه تخدمك ومن ناحيه تسترزق. تسترزق هي وتبصبص انت يا فلاتي. شوف الوليه بقى وضميرها النيلي يا اخويا، مش بدل ما تتهز وتتقي ربنا كده وتروح تشوف نفسك، يمكن ربنا يرزقنا. اني صح سليم يا اختي والحمد لله، الدور والباقي عليك انت. انا مش معيوبه، جربت وعملت كل حاجه ومتاكده اني سليمه. لا الارض هي الاساس يا حفيظه. الارض عفيه وجواده، الركع على البذره الميته المعفنه. صلوا على النبي يا جماعه، امال مش كلام دي؟ قوم بينا يا شيخ مبروك، قوم دي ناويه على وصله ردح في يوم الجمعه. يا اخويا وانت مراعي جمعه ولا سبت؟ مش بدل ما تتقي ربنا يا عره الرجاله والعمد، يا بتاع النسوان يا بتاع الخدامين. طب اخدميني انت يمكن ربنا يكرمك. والنبي انا ما عارفه انت مستحملها ازاي يا عمده. طلقها طلقها، ام عين بك حديد. يخرب بيتك وليا، يا وليا انهدي شويه، يا وليا انهدي عني شويه. طلقها يا اخويا وانت تشوف السعد والهنا كله. يلا بينا يا فهيمه، تاكلها باسنانها وتخلصنا منها. يلا. هو ده اللي انت فلحت فيه؟ ده بدل ما تجيبها من شقراها وترقعها على الزهره بنت بيعت الدود دي. بنت بتاع الدود احسن
احسن من اللي بياكلوا مال النبي وكبدهم اتهرهري كده من اكل الحرام. مبسوط يا سبع البرومبي؟ ماشي يا فهيمي، هتشوفي مني ايام سودي اسود من قرون الخروب. يا حي يا قيوم، بسم الله فعلاه، الشافي المعافي من الباين والخافي، بديع البدع مزكي الابصار والسمع، بقولت لا اله الا الله. يا حي يا قيوم، بسم الله فعلاه، يا رب يشفيك يا رب. والله ما بقيت عارف هي اللي بتناح علي ولا مين اللي بناح عليه. يا رب طيب عارو يا رب. العاف عليك يا خالي. ايوه يا فاطمة، بتقولي حاجة؟ عوقت يعني يا فاطمة، المشوار مش بعيد يعني. اصل الست راوية يعني بعد ما وديت لها شوال الطحين قصدتني يعني ان انا انضف لها السطح يعني. انا مش سامعة. ايه لو انت بقيتي خدامة بيوت يا بيت. ايوه خلاص، ودني صمت خالص باين عليها. خدامه ايه يا ابو العالي؟ وبعدين يعني ما فيهاش حاجه لما اعمل شغلانه واخد اجرتها. ماني ياما قبل كده نظفت مع اهل الكفر وعجنت معاهم وخبست معاهم وفرحت لفرحهم وحزنت لحزنهم وكله كان بالمحبه. ما فيهاش حاجه يعني لما اعمل شغلانه واخد اجرتها. ايه الله يلعن العوزي، يلعنك عوزي. عوزي؟ عوزة ايه بس يا ابو العالي؟ عوزة ايه يا اخوي؟ شوف شوف، ده انا خدت حتى 8 ساعه. خد خلي 3 معاك وخلي الباقي اجيب زواده للدار. خليهم معاكي. انت بتقولي كام دول؟ 8 قروش؟ ايوه 8 قروش. عايز تاني يا ابو العيله؟ عايز كمان؟ لا عايز اديهم لي كلهم. خليهم معاكي واشتري لك كام يعني، طرحه ولا منديل؟ انت بقالك ياما ما جبتيش حاجه. احنا داخلين على العيد، كل عام وانت طيب. وهو يعني العيد ما ينفعش الا بمنديل جديد ولا بهدمه جديده؟ اخس عليك يا ابو العيله اخس. ما تاخد يا راجل التلاته سخت خليهم معاك، يمكن تحب كده لما تخف وتطيب وتقف على رجلك تشرب كوبايه شاي ولا تعزم حد على ازازه كازوزه. ما عازم مين انا؟ لا لا لا، بس كنت محتاج كده بس. يلا يلا. شو محتاج؟ محتاج ايه يا اخوي؟ بعد الشر عليك ملحوج. ولا حاجه، انا كنت بس كده، كنت شاحت تشيري من راجل كده وموعده بقالي شهر بس. بس وماله، يصبر ويصبر. ليه يا ابو العيل؟ يصبر ليه يا اخوي؟ ما تاخد يا ابو العيل فلوسك اهي تديل، والتنك مديون له ليه؟ يغور بفلوس. والله ابدا والله أبداً. ويمين على يمينك يا ابو العيل، انت واخدهم اهي اهم، ادفع الدين اللي عليك. والله تشكر يا فاطمه، دي فلوسك يا ابو العيل. يا فطونه يا جميله، كم دول قلتي؟ 8 يا ابو العيل. بس انا يعني كنت عايزه كده اريح يعني واتشطف واروح اشتري زواده كده للدار. كنت عايزه اجيب قرطاس سكر على قرطاس شاي على شويه عسل. يلا يلا الحمد لله. ماما. نعم يا حبيبتي. عايزه ندغى والنبي يا ماما. حاضر يا عيني. وانا كمان. حاضر. هي ندغى واحده، ينضغوها سوي. خدي يا فاطمه، خدي خليهم كلهم معاكي. لا يا ابو العيل، انا عايزه قرشين بس، قرشين بس او طرتي بالكتير. ايه يا الطلاق؟ لا تاخديهم كلهم اهو. سالك يا ابو العيل، اوعك تديني منهم مليم واحد. بس ما تحلفش بالطلاق تاني يا ابو العيل. مش عايز. طب التلاته ساخ؟ لا مش عايز حاجه.
مش عايز حاجة؟ آه أنا عايز رجلي الطيب. إن شاء الله تعيش يا أبو العيلي، بيخليك ليا يا أخوي، بيخليك ليا. كده كده تتهجم عليكي لا حيا ولا خشي. حيا وخشة ازاي يا اختي؟ اذا كان العمده شاف وسمع ولا فكر ياخد لي بطاري ولا يعقلهي ولا اي حاجه ومشي، قمت انا طلعلهي لما طلعتلهي قامت نازله فيا ضرب هي وعيالهي. مش عايزه اقول لك يا نظيم. يا لهوي الهي يا رب شوطه تاخدك انت وعيالك الخمسه يا فاهيني. امين. مش بعيد تكون هي اللي عامله لك العمل. ما انا اتلهيت في اللي شفتك فيها اول ما جيت ونسيت اقول لك، الشيخه مدويه قالت لي انك مربوطه بعمل نجس عامله لك واحده من الوحده دي يا شيخي. قالت الله اعلم. هي يا نظيمه هيكون مين غير فهيمه؟ هي اللي عايزه تاذيني ازيك الكبيره دي ونجس. ايوه اخص عليكي يا فهيمه اخص. اخيه اتفوق. امال فين الشيخ مبروك؟ مش عارف. مش عارف يا رب ما يتاخر. ايه يا ابو جميل عامل ايه؟ مهموم يا فاطمه، حيره البال تضيع العقول. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده بس؟ جاي لي عريس للبيت يا فاطمه. ايه قول كده بقى، قول ان ده هم الفرح والسعاده والسرور، هم ابو العروسه. ايوه هو هم ابو العروسه بس، ولا يفرح ولا حلو يا فاطمه. ليه كده بس؟ اسر اليد يا فاطمه، اسر اليد. اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. خد التمرتين دول حق محرسة الدكان. والنبي يا شيخ مبروك، بس كنت عايزة يعني كوز حلاوة طحينية. يوه بس الحلاوة غليت يا فاطمة. ايه غليت تاني، هي مش كانت غليت الشهر اللي فات؟ هنعمل ايه بقى؟ حكمة ربنا يا فاطمة. خد يا بنت، خد الكرسي ده اديه للعمدة يقعد. حاضر. اتفضل يا جناب العمدة. اتفضل. تسلم ايدك. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمدة الله يساعدك، شايفك رامح جاري في البلد منا ومنا، قلت ده بيتفقد أحوال الرعية والناس. شوف انت جاي تشتري ايه وهوينا يلا عشان النفس. الحلاوة يا شيخ مبروك. استنى انت يا فاطمة ما نشوف الشيخ محمود عايز ايه. خلصنا يا ابوي. خبرية راح تفط في حلق انت التاني. ده انا جاي فرحان بيه يا ابوي والله. قلت العمدة من خوفه على الناس بيجي زي السلف الصالح رضوان الله عليهم من اللي تولوا أمر المسلمين. انت عايش في غيبوبة ولا ايه؟ احنا فين والناس دي فين؟ ما تفوق. كان الغيور منيهم يتدس كده وسط الناس ويشوف احوالهم، يشوف جعان ولا محتاج يديله، مزنوق يفك زنقته، مستجير يجيره، يشوف عين كده خبيثة بتبص على اعراض الناس وتنهش فيه. فيها ايه يا اسمك ايه انت؟ هي ناقصاك انت التاني؟ هو فيها ايه؟ خطبة الجمعة ما كفتكش جاي تكملها في وداني؟ ولا انت مشتهي خطب وخلاص؟ ما تروح تشوف وراك ايه؟ حاضر يا ابوي، سلمة ودانك يا عمدة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس براو عليك يا عمدة، حبست دمه صحيح. ايوه امال، واحنا فاضيين له؟ خلينا احنا في الحلاوة والنبي يا شيخ مبروك، بس عايز امشي. ايوه خلينا احنا في الحلاوة. نخلينا في الحلاوة يا عمدة. بقول لك ايه يا بنت يا حلاوة، قصدي يا بنت يا فاطمة. أنا استركت حضرة العمدة يعني إنك أنت تروح تدور عنده تخبزي له فطرتين كده على مزاجه. بس أنا يعني لازم ناخد الإذن من أبو العيلة جوزي. أبو العيلة مين يا بيه؟ أبو العيلة مين ده؟ اللي جناب العمدة بذات نفسه هيستنى الإذن منه. هو مش أبو العيلة دي اللي أمه كانت بتخدم عند العمدة القديم؟ أيوه هي يا عمدة. وهي عاملة إيه؟ الحمد لله، بس يعني العيا زاد عليه، يعني لا بقت بتسمع ولا بقت بتشوف. لا بتسمع ولا بتشوف، سلمي عليه. يلا يا بت، يلا يا بت، هم هم على الدوار يلا عشان تخبزي الفطرتين. ده انت مرزقه يا بت والله. بس الحلاوه. حلاوه ايه؟ بقول لك مرزقه. ما تعتليش هم الحلاوه، انا هاخد الحلاوه بنفسي
ووديها لغاية العيال في الدار، ومش عايز منك ولا مليه، هو كله على حساب العمدة. يلا يا بيت. بس حلو حكايه ان انت استرجيتني دي، صدق انني صدقت ان انت استرجيتني. قول بالحق، روح المركز واشهد شهاده ربنا، قول لهم. حول الله يا رب. هقول لهم ايه بس يا منار؟ تقول لهم ان محروس ابو سالم مالوش صالح بكل اللي بيحصل ده، لا سرق بهايم ولا ضرب العمد، وحياه ربنا تروح تقول بالحق. طب وحياة عينك اللي بتشوف بها دي، مش العمدة هو اللي لفق له التهم دي كده ولا لا؟ اشهد شهادة حق. ربنا ما بيرضاش بالظلم، عمره ما هيسامحك ابدا، لا انت ولا كل اللي زيك، كل اللي بيكتموا شهادة الحق ومحروس معاه ربنا. فينك يا محروس؟ هلاقيك فين دلوقتي يا محروس؟ يا ترى انت رحت فين يا محروس؟ مين الحلوة؟ أنا فاطمة، وأنت مين؟ أنا صاحب عتمان. صافيني مرة وجافيني مرة. بجدك إيه اسمك إيه أنت؟ دي فاطمة؟ أنت بتعملي إيه هنا؟ تكون بعمل إيه يعني يا حسان؟ واني بشتري حاجه من دكانه الشيخ مبروك، لقيته بيقول لي تطلعي تتوه اللحظه على دوار العمده عتمان، تعملي له فطرتين علشان خاطر العيد. كنت هقول له لا يعني ولا هقول له لا؟ استرها معاها يا ربي، دي غلباني. بتقول ايه يا حسان؟ معلش ما سمعتكش. لا يا فاطمه ما تاخديش في بالك، ده انا كده احب اخد ودي مع روحي يعني. بقول لك ايه يا حسان، ينفع اطلب منك خدمه كده يعني لوجه الله؟ من عينيا يا فاطمه. ينفع بس تروح لحد ابو العيله كده يعني تبلغه بس انني هنا؟ قالاني جيت من غير ما هو يعرف، وهتبقى مصيبه صوده لو هو معرفش انني هنا، مش هيعذرني وهيستعوقني وهيقلق علي. طب ايه قولك انت تشهلي وتجري على داركو وتقولي له كل اللي انت عايزاه بنفسك؟ يعني هتروح له؟ انا مش هتروح له يا حسان. يا فاطمه خلاصي اوامك اوامك وروحي على داركو، وانت لسه هتستني لما اروح له واجي له. يا رب. لا ما حدش يخاف ولا يقلق، دي تلاقيها ست فهيمه بتولد، انا عارف الصوت ده هو. والنبي والنبي يا ما شاء الله يا ما شاء الله. اما الست فهيمه دي طيبه طيابه، يا رب ينتهى بالسلامه يا رب. اه والله انت لسه هتدعي لها وتشكري فيه؟ ما تقومي تروحي على داركو يا فاطمه. هي الوليه دي بتصوت ليه كده؟ يوه دي زي ما تكون بتطلع في الروح. لا يا ست، لا هي ما بتطلعش في الروح ولا حاجه، ده هي بتولد. لا يا رب ربنا ينتهى بالسلامه.
انت مين يا بنت؟ ومين اللي جايبك هنا؟ اني جناب العمده بعتني يعني عشان اخبص فطرتين واساعد في شغل الدوار وكده. انت مرات الواد الطحان؟ ايوه يا ست، اني فاطمه مرات ابو العيله الطحان. ايوه صح. طب شوفي كنت بتهببي ايه وكمليه. حاضر يا ست. ماشي يا ابن ستة العرجة. هي ام جناب العمدة هي حسان كانت عرجة؟ ايه يا فاطمة دي؟ هو فيه كده؟ الست بتقول اي كلام بتفش به غليه. قومي انتي خلصي وروحي. يعني هتروح لابو العيلة ولا مش هتروح؟ ما تروح يا حسان، اشهل كده. من عيني يا فاطمة، من عيني، بس خلي بالك من روحك. يا حلاوة يا ولاد، ده جاي بدري اهو. ايه يا حفيظ؟ طبعا لازم تيجي على اسنانك عشان تتفرج على الوظوظه اللي جايبها علشان تعمل لك فطير العيد السعيد. ايه يا ولاد التخاريف دي؟ ايه وظوظه وعيد سعيد والكلام الفارغ ده؟ بنت يا فاطمه، انت يا بنت تعالى. ايوه حاضر. ايوه جايه حاضر. تعمل يا ست. تعالي يا بنت اتضيري كده وفرجي العمده. رايح يا وليه يا الجنان ده؟ مش معقول كده قدام الشغالين يفتكروا انه بجد. روح يا بنت انت شوفي شغلك. روح. حاضر يا جناب العمده. اتقصعي يا بنت وانتي ماشيه. مكسوفي عمده ولا ايه؟ انا قلت تصلي صيامك. رايح يا وليه انت؟ واما انت يا اختي بتغيري قوي كده. طب غيري من اللي كل شويه تصرخ وتطلق وتجيب عيل وهاتي لنا ان شاء الله حتى بورس. يا اخي اتكسف على دمك شويه. اتكسف انت على دمك وبطلع اصل انا بوظ لك سنانك دي. انا حفل في وشك خالص. انت فاهمه ولا مش فاهمه؟ طيب خلاص عرفت. بصي قدامك يا بنت. خير يا عثمان؟ هي حفيظة عملت حاجة؟ حفيظة؟ لا حفيظة دي بلسم يتحط على الجرح يبرد. لو انت جاي في عز النهار كده على عين الرايح والجاي عشان تقول لي حفيظة عملت حاجة؟ ايه؟ ما تقعد وتهدى كده يا عثمان. مالك يا ابو ناس؟ الله يا سيد. يا سيد انا عارف ان انت عقلك يوزن بلد وابو المفهومية. ليه بقى قلة العقل دي؟ فيه ايه؟ يعني عايز نعرف انك اتخذت بالنار امبارح من واد هجام ولا جيش اشوفك؟ انت عايز نعمل ايه بالظبط؟ يعني انت جاي تعزي؟ سلمه يا اخويا الحمد لله انا بخير. هو خدش بسيط كده. وبعدين الواد ده لا مجرم ولا دياوله، ده حته واد ملوش عازه. بس يعني قله عقل منه كده خطف البندقيه من الغفير وداس على الزناد. انا كنت هشيع لك بخصوص الموضوع ده، بس اللي بيني وبينك ما ينفعش حد خالص يعرفه. برضك الحرص واجب. اهلا يا سيد منور. يا ما نفسي اعرف ايه اللي بيناتكم ومحتاج استحراف. بتخططوا لايه بالظبط؟ انت اتخبلت يا وليه؟ ايه الهبل اللي بتقوله ده؟ ايه يعني بنخطط لايه؟ بنخطط لجريمه ولا جريمه؟ عاجبك الكلام ده يا سيد؟ شايف اختك وعمايلها واقفه بره تتصنط علينا وكمان فاهمه ان احنا قاعدين نخطط لحاجه لا سمح الله غلط. انت مش هتبطلي يا حفيظه اللي بتعمليه ده؟ عيب، ده بقى العمده وليه مكانته برضه. ايوه يا اخويا طبعا، ما انت لازم تحاميله، ما انتوا الاتنين زي بعض. بقولك ايه، ما تقومي تعملي لنا شاي. لا انا مش هشرب شاي، انا لازم اعطر على الواد ده واجيبه لحد عندك هنا يا عمده عشان الموضوع ده يخصني برضه. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت ان شاء الله امتى ان شاء الله ناوي تخليني اتكلم في التليفون؟ لما يرن. هاتك نينا فيكي وفخوكي عيلة واطية. بس يا واد بقى انت وهو بس يا بنت برجع اخوكم عشان ينام. اما الواد ابن الست فهيمة دي عيل نقط والله، مولود في يومين زي الفل. ايوه يا اختي كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. ايوه خلصتي ولا ايه يا حمديه؟ هتمشي؟ ايوه امشي، خلصت الطريحه اللي في ايدي. اقعد في الخربانه دي اعمل ايه؟ يشندلها ما يقندلها حفيظه.
طب وانا كده همشي امتى؟ ده الدنيا ليلت خالص. لا يا حبيبتي ما تفكريش ان انت تمشي دلوقتي خالص، عشان لسانك دي اللي طول كده جايب لك الكافيه. انا لساني جايب لك كافيه ليه؟ هو انا قلت حاجه غلط؟ والله قلتي حاجه غلط. الست فهيمه ست حنينه، الست فهيمه ست طيبه، الست فهيمه ربنا ينتحها بالسلامه. ايه طب وايه اللي في الكلام ده غلط؟ كله غلط، عشان الكلام ده بيسم بدن حفيظي. استغفر الله العظيم يا رب، والله يا ابهد ربنا العالم بنيتي، انا ما كنتش اقصد خالص. بس يا واد يا خامس حبس عليك من العين حابس. ايوه افشخي بقك بالضحك، افشخي بقك وخليه وسع كده. عارفه الكلام اللي بيضحكك ده؟ ايه سياخ محميه بتخش في ودن حفيظي، السياخ دي ممكن تكويكي بيها بعد كده. احفظنا يا رب. فوتك بعافيه، ما تنسيش تحلبي الجاموسي. جاموسي ست فهيمه، ست فهيمه خلي ست فهيمه بتنفعي. جاموسه ايه؟ هو انا كنت ناقصه الجاموسه؟ يا غلبك يا فاطمي، داني خلاص قلت انني خلصت وخلاص هروح لعيالي. الله يجازيك يا جاموسي، يعني كان لازم انسى حلبك؟ طب انا نسيت، انتي مش تفكريني. يا ترى انت عامل ايه يا ولايلي؟ ورجلك عامله ايه؟ يا غلبك يا فاطمي. يعني يا حسان هتبات هناك؟ يا ده يا دو ايه؟ دي عاملها فطني. وهي فطني مالها؟ ليه حكم القوي يا ابو العلي؟ وبعدين يعني بيني وبينك كده كلام في سرك، ما تخليش فطنه تهوبنا واحد يدور العمده تاني. انت ليه بتقول لي الكلام ده يا حسان؟ انت شفت حاجه كده ولا كده؟ لا يا ولي كف الله الشر، ربنا ما يجيب حاجه وحشه. بس اصل يعني الوليه مرات العمده دهياً اجارك الله لسانها زي الفرقله وايدها سبقاهي، وفطني ملهاش في قله القيمه دهي. انا صحيح يا حسان، هو الولا محروس ابو سالم ضخ العمده وهرب حقه؟ بقول لك ايه يا ابو العلي، انا كنت جاي اطمنك على فطني يا اخويا، وديني طمنتك. شد داود زول يا اخويا، فتكوا بعض. استنى بس. لا ولسه بدري يا فوزية، ماشية ليه يا اختي؟ فوزية؟ ما تأخذنيش يا حجة، أصلي سايبة العيل لوحده، لازم ألحق أرضعه. معلش، هي خلاص، ودانها خسعت على الآخر. الله يكون في عونك وفي عونها يا أخويا، أنا عذركو، ودانها خسعت، قامت ما بقتش تشوفني؟ فوتك بعافية. خد أما أقول لك طيب، أنت ليه تلبشت كده أول ما قلت لك على الواد محروس أبو سالم؟ إيه؟ بقول لك إيه يا أبو العلي؟ أنا يا أخويا زي الجحش تمام، اللي تربطه مطرح ما أنت عايز، حضرة العمدة يقول لي شيه أو ماشيه طوالي، أنا جحش لا بيلحق ينهق ولا بيعرف يرفص، فتك بعافية. استني بس، طب والجحش ده بيحشش؟ أيوة يا أخويا، أمال إيه؟ طب ما تفك علينا في تمناية بقى. إيدي على كتفك، باين عليها مشبرقة معاك على الآخر يا أبو العلي. مين قال؟ آه؟ ربنا عالم بالحال. طب لما هو ربنا عالم بالحال يا أخويا أشوفك العيد الجاي وعليك خير، السلام عليكم. طب استنى، طب فك علينا بتمنايه واني هدفع النص. حلو قوي، اذا كان كده اشوف واجيلك. فوتك بعافيه. السلام عليكم. عليكم السلام. ما تغيبش يا فوزي. ماشي خلاص، كنت عاوزاه. راحت ترضع وجايه. حلاوتك يا لبن ويا بياضك. يا سلام لو ابو العيله بس كده ياخد له بقين من لبنك الحلو ده يا جاموسي، والله كانت رجله تطيب ونقضي ليله موعوده. هي حفيظه درد تديني شويه لبن من الحلو ده؟ اكيد لا، البنات قالولي. يلا
وانا مش هرضى برضه اخد حاجه كده من وراها يعني، ده حتى يبقى فيها حرمانيه. سامحني بقى يا رب. يا ريت انت بتسرقي اللبن يا بيت. اني ابدا والله يا جناب العمدة. شش وطى صوتك، انا شايفك بعناية دول وانت بترضعي. ابدا والله، داني بس كنت بشوفه يعني. ليكون ليكون ايه؟ هو يا بنت هبله اللبن هينزل من درع الجاموسه قاطع ولا حامض؟ يخرب بيتها بلدك على بيت حلاوتك. بس انا يا بيت انا مسامحك، مسامحك بالقوي خالص. ربي يخليك يا جناب العمدة، والله يا جناب العمدة انا غلبان. انا عارف غلبان، غلبانة وحلوة، حلوة حلاوة الحلويات كلها. عارفة يا بيت لو كانت ستك حافظة اللي شافتك وانت بترضع اللبن ده، ايه ده؟ ده اللبن غرقك خالص وغرق. تعالى يا بيت ما تمسحهولي. تعالي امسحهولك، بس انا همسحلك اللبن مش حاجه تانيه. انا همسحه. انا ايوه أنا أنا. امسح يا عمري، امسح بس بحنيه. هو في ايه يا حفيظه؟ جرى ايه؟ يا مسح للغرب وشايل ذنبهم، امسح لاهل بيتك وخد اجرهم. ايه الكلام ده؟ ايه الغرب؟ بتغوري يا بنت انت تجيبي بيت الودو اللي انا قلت لك عليه؟ انت مصهينه ولا مصهينه؟ انا ميت ودو؟ والله انت ما قلت لي جيبي ميه ولا حاجه يا عم. والله يا ست حفيظه ما قال لي جيبي ميه ولا حاجه. ايه يا حاضر يا عمي، انا هجيب لك كل اللي انت تامر به، بس انا ما اخدش امري باي ميه ولا غيره. والله العظيم ما حصل. البنت بتستهبل، بتستهبل. استني هنا يا بنت. ايه يا عمدي، هتتوضى هني؟ انسيت، ما انت غاوي وساخي. فوري بقى دمي بقى يا حفيظة على الصبح، فوري دم. والله يا ست حفيظي ما حصل، ده جناب العمدي. والله اخلصي يا بت، انت ايه انت تكوني علشان تجيبي سيرة العمدة على لسانك؟ ليه بس كده يا ست حفيظي؟ ليه انت تحطي لسانك في بقك وما ترديليش الكلمة يا بت، وتاخدي بعضك وتغوري من هنا وما شافش وشك؟ والله يعني كنت جيت هنا بخطري، ولا انا يعني كنت جيت هنا بخطري؟ لا بقول لك غوري يا بت، بقول لك غوري. ما انا عارفه يا اختي انه مش بخاطرك، عارفه انه مش بخاطرك. استغفر الله العظيم وكل ذنب، استغفر الله العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام، تعجبني وانت تقي وانت بتخاف ربنا. الظاهر ان الواحد لا هيتوضى ولا هيصلي في اليوم ده. ايه ده؟ نهيتك ما انتهيت، والطبع فيك غالب يا عثمان. راح فين ده؟ راح فين صبع البرومبي؟ انت فين يا حنين؟ فين راح العشري؟ ايه يا ولي؟ انت واقفه قدامي وانا بكبر الصلاه؟ يو اوعي يا ولي من قدامك، خلينا نصلي فرض ربنا. لو النبي ايه؟ وهم لما بيصلوا مش بيصلوا على القبلة؟ ولا انت مسموح لك تصلي في اي جهة؟ طب اوعى اوعى، شوف برضو الست، ما توعى يا ست من قدامي. هتصلي بالشبشب؟ اهو اوعى بقى. طب واللي بيصلوا دول مش لازمهم وضوء؟ ولا هنصلي من غير وضوء؟ انتوا هتعرفيني على الواحدة. هروح اتوضى. حضري يا بنت المي. تعالى هنا وما تخرجش من الاوضه،
انا اللي هجيب لك ميه الوضوء. خلاص مش مصلي. احسن عنك ما صليت. انت فاكرني بتضحك عليا ولا بتضحك على ربنا؟ انت بتضحك على نفسك يا عبيط. نايم؟ مش نايم. انا عارفه انها قربت تطير. لا دي ولعت نار يا ام. ابوس ايدك كفايه. ولسه هطيب اكتر لما احط شويه دول. لا كفايه ميه سخنه يا ام كفايه. حاضر يا ابني ما انا هصب تاني اهو بس انت اصبر شويه. كفايه بقول لك. انا عاوز ايه يا ابو العقل مال رجلك في ايه؟ العافيه حالك. فاضي يا اختي صب له انت شويه بقى. ما زين الدكتور وراح عند ست. ده عايزني كل شويه اصب له ميه سخنه على رجليه كده يفطني. تبقى في دوار العمدي هو يعني كان بخطري ولا انا يعني كنت قاعده مرتاحه ولا مبسوطه؟ وبعدين ما انا اللي قدرت عليها عملته ووعدت لك حسان. انا صحيح هو جالك؟ جاني يا ستي جاني. ده عايزني كل شويه اصب له ميه سخنه على رجليه. انت الشافي يا رب. اصب لك تاني؟ لا اوعي اوعي تاني تروح نواحي نوار العمده دي. انت فاهمه؟ حاضر حاضر يا غالي. كلامك سيف على رقبتي. كلامك سيف على رقبتي. حاضر. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا رجلك مزرقه كده ليه يا ابو العيال؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي ده انت لازم اشوفك حكيم. المايه السخنه هتطيبها له. مبروك يا ابو جميله. الف مبروك يا قمر يا جميله. انت كل سنه وانتوا طيبين. خد يا راجل يلا مد ايدك فرح نفسك. يو ما تاخد يا راجل يلا وقول لبنتك مبروك. يو وانت لسه عقلك بيودي ويجيب. خلاص يا سيدي نفضها سيره بس برضو ما كانش عندك حق انك تخليني اعشم العريس. يلا طلبوها تعززت. انا وحيات مقام سيدك الساية. كل اللي مضايقني بس يا اخويا انك تقطع بنصيب بنتك. ملهاش في الطيب نصيب يا اخويا. خلاص يا ست موافق. ايوه كده سمعني بقى كلمه حلوه. هو ده الكلام الحلو. امسك يا راجل يلا تختم لي هنا يا اخويا وتبصمي على ايه عقد جواز بنتك. يلا امسك ادي الختام وصبعك الحلو ده. والنعمه انت راجل مبخت. تصدق انا اول مره ما اخدش حلاوتي من ابو العروسه. بس خلاص يا اخوي خدتها من العريس وحلاوتي بقى اللي عندك اعتبرها عاديه ونقطه للعروسه القمر بدر بدور. ايه رايك؟ ها يو يا راجل ما تسمعني كلمه حلوه خلينا كده نفرح كلنا. بس يا اخويا شافتني بقى بطيب خاطر البت فاطمه بكلمتين عاديك على اللي قالته واللي عملته. ما هو عندها حق برضه يا عم. الغيره بتعمل كتير. وبعدين الصراحه يا عم البت فاطمه دي اللهم اني صايم. بيني وبينك
البت فاطمه دي حلاوتها حلوه. بمناسبه الحلاوه يا عمده، أنا بلل شوية عرقسوس يستاهلوا حنكك، هصب لك كوباية ولا على إيه؟ بإنك صايم. أيوة ماني صايم، بس زي ما تقول قمت الصبح كده بطن مغصة رجعت السحور كله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا شوف يا عم، أدام رجعت يبقى صيامك غير جاي الشرع. الله، رخصة ومدالك ربنا يا عم. أيوة ماني عارف، بس يعني من غير بس يا عم، ده من غير بس. إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. أمال إيه يا عم؟ طب هم. شوف، أنا هجيب لك بقى كوباية عرقسوس ما شربتهاش حتى من إيد الست حفيظة ذات. يا شيخ اتنيل، ما تشرب لك شوية تلاقيك صايم أنت كمان. أيوه أنا صايم يا عمدة، بس ما رجعتش. خد خد يا عمدة، دي هتروق معدتك. اهدي قدام الناس كده في الشارع، أنت عبيط ولا إيه؟ واحد واخد باله يا عمدة، واحد شايف حاجة؟ ده إيه الغباء ده؟ إيه؟ اشرب يا عم، اشرب وانا هشوف لك الطريق. اشرب. ايه دي؟ مش دي البت راوية؟ اه والله هي. يا سلام، انا بقى كل ما اشوف البت دي لازم افتكر ابويا الله يرحمه لما مسك ابوها ومرمط به الارض. ابوها بقى كان عامل نفسه ان هو سبع رجاله في جلابيه واحده، ام ابويا كسر مناخيره وزل قدام الناس. ايه ممار وقفت ايه بقى قدام مني تقول لي انا لازم اخد بطر ابويا؟ انا هعمل واسوي؟ بتهدد يعني كانه بصحيح. بس البت حلوت واتدورت قوي، بقت فرده. اتدورت ايه يا عم؟ راويه دي من صغرها وهي متدوره وفرد، بس دلوقتي بقت فرد بخربوش. ايه والخربوش ده يعني هتخربش به مين؟ هتكون بتخربش مين يا عم؟ هتخربش اللي يحاول يخربش. طيب طالما بعيد عننا خلاص، بعدين سيبك منها، خليها في شغلها. طالما شغلها هي ما بيأذيناش احنا في حاجه، يبقى احنا مالناش دعوه. هي يعني بتجوز البنات الصغيره الغلابه لناس من البندر معاهم قرشين حلوين، بيدوها قرشين ولاهلها قرشين وبيتريشوا. انت يعني برضو لو حبيت تتجوز بنت كده وزوزه عندها 18 سنه عندها 11 سنه هتديها قرشين؟ امال ايه؟ بقول لك ايه، انا سامع البنت دي عندها تليفون في بيتها. قال اه ايه هي ليها طين حدانه؟ طين ايه يا عمد؟ قول عندها اطيام، عندها حتتين ارض يا عمد. الحته الاولانيه بحر الطرب، والحته الثانيه غرب الارض اللي انت واخدها من ابراهيم الاباني، يعني بعدها مش واكد. ايه يعني جار ارضي؟ طب ليه ما فكرتش تخليها تبيع لي؟ ولا انت يا شيخ بلد مالكش لازمه؟ ماليش لازمه يا عمد، من ناحيه التفكير انا فكرت. ما هو تفكير من غير تدبير ملوش لازمه. طب وانا هعمل ايه بس يا عمد؟ قال لها ما انت عارف ان راويه دي شكتها صعب، وعارف انها قويه ومستقويه بناس كبارات في البندر وفي مصر، وما تاخذنيش يعني، ليها خاطر عند البيه المأمور. يا سلام، طب ما احنا كمان لينا خاطر عند البيه المأمور. حضرة العمدة. فيه ايه؟ خير؟ مش خير يا حضرة العمدة. ايه ايه؟ فيه ايه يا حمار انت؟ هم قدامي. امسك البتاعة دي اشرب انت. ايه دي؟ استغفر الله العظيم. مبروك، هما يبخلوا ثلاث شمعات عشان اخويا يتوفى. مات الفلوس تعريفه؟ معكش فكه ولا؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسان اسمعني كويس، انا عايز افهمك الميري وما توجعش قلبي بقى، جاتك خبط يفك لك جميع الروابط. طب يا حضره العمده وعيني ينوبك سواد. يعني لما تلاقي خناقه كبيره بين عيلتين كبار زي النصيبه اللي احنا رايحين لها دي، ما تظهرش كده من الاول وتفهمهم ان احنا خدنا خبر. الله، امال اعمل ايه يا حضره العمد؟ تستنى، استنى لحد ما تستوي خالص ويكونوا خلصوا على بعض والدنيا هديت، نقوم احنا بقى نظهر في الصوره. ما تدخلناش في عز المعمعه. يا حضره العمده، كنت بقول ان بختي عال انني وصلت وسط العرك وهي منصوبه، حتى شفت الحق عند مين ومين ضد مين ومين عمل ايه. حتى الواد ابن ابوك شفت ايه ونلت ايه وانت بتشوف، ولا جاتك ليله في شوافنك وفي شوفك وانت بتقدر ولا بتفهم ولا بتفهم حاجه؟ انت والبقر اللي اسمهم غفر اللي معانا، هم دول بني ادمين؟ انتوا لو رجاله بحق وحقيق كنت سبت الواد محروس ابن ابو سالم وهو واقف وسطكم كده يضرب عليا نار. لا وايه كمان؟ ويهرب منكم انتوا واقفين؟ انتوا رجاله انتوا؟ اسمع يا واد، انت انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك، او خاتم في صباعك، او غوشه في ايدك، شلوت على قفاك، بنيه في وشك. الواد ده لو ما ظهرش حي تقبضوا عليه وتجيبوه لي صاحي.
أنا هعمل لكم كلكم قضية إهمال. لا إهمال إيه؟ أنا هعمل لكم قضية تستر على مجرم وإنكم هربتوه من العدالة. فاهم الكلام ده ولا أقول كمان؟ فاهم يا حضرة العمدة. يبقى أقول كمان. لا يا حضرة العمدة خلاص، ويمين بالله والختمة الشريف، إحنا يوماتي ليلاتي. بلا يوماتي بلا زفت، أنت هتقعد ترغي في وداني؟ أنا مش ناقصك. شوف الواد ده أنا هجيبه، يعني هجيبه، بس أنا بقى مش عايز أجيبه من ناحية المأمور والمركز والنقطة. لا مش عايز أعمل لهم دوشة. أنت فاهم الكلام ده ولا مش فاهم؟ أيوه دي فاهمها يا حضرة العمدة. هي مش دي البت فاطمة؟ أيوه هي. بت يا فاطمة، يا بت، يا بت يا فاطمة، استني عندك يا بت. إيه دي؟ هي ولا مش هي؟ يظهر مش هي. إنها هي. أيوه هي. مالك يا بت بتجري كده ملهوفة ومتسربعة، في حاجة ولا إيه؟ ابدا يا جناب العمده، اصلي رايحه اجيب حكيم الوحده الصحيه لابو العيل. ليه سلامته عنده ايه؟ اصلي رجله اتجزعت، وبعد كده فضلت تورم تورم تورم، وبعد كده زرقت اخر زرقان، واني سايباه في الدار على اخره. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد اذنك يا حضره العمده، بالاذناني والنبي بس الاحسن كده اني هتاخر. استني بس، انت رايحه فين؟ مش هتلاقي الحكيم في الوحده دلوقتي. يا حزني يا حزني، امال هلاقيه فين؟ يا بنت النهارده موسى، كل سنه وانت طيبه، الحكيم مش هيروح الوحده. يا لهوة بليك يا فاطمة، أروح أنا فين بس وأجيب نام بس يا ربي. خلاص ما تحمليش هم. وادي حسان. إيه يا حضرة العمدة؟ تاخد الكريتة بتاعتي وتشد على البندر، تجيب الدكتور في التو والحال، قول له العمدة عايزك، وهاته على بيت فاطمة. الكلام ده صحيح؟ إيوه يا ولد، أنا بهزر معاك. والعركة المنصوب اللي إحنا رايحين دي؟ ما قلت لك سيبها لما تستوي يا حمار، هديه وطير أنت. حاضر. ربنا يعلي مراكبك كمان وكمان يا حضرة العمدة، ولا يحوجكش أبدا ولا يرميك في ضيقه. بس يا رب الدكتور ما يتأخر، لحسن ابو العيلة على اخره والله. لا يتأخر ايه؟ ده مسافة ما نوصل انا وانت عندكم في الدار، هيكون الواد راح جابه وجه رهواه. انا الكريتة بتاعتي خصوصي، سريعة سرعة. ايه؟ يلا قدام، قدامي عشان نروح بيتكم، عارفة بيتكم؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله، إلهي يا رب يا عمدة كريتتك تبقى بأربع حسنة قادر يا كريم. يلا يا بيه، عشان نروح داركم. هواني حتني ماشيه قدامه كده لحد الظهر، ما داهيه كمان تكون الجلابيه لازقه في وراي. يا رب ما تكون لازقه يا رب. لا لا لا، ان شاء الله مش لازقه. يا كل الحلاوه دي لابو العيله الصدمان التعبان العيان. قالوا مش عايز رجلك تتوجع يا ابو العيله، جاك اطمر رقبتك على صدرك. ايه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يعني هو لازم الزار دي؟ معلش يا ست الستات، دي طلبات الشيخة والأسياد، هنقول لهم لا؟ إيه؟ لا ما يصحش، لازم نعمل الزار، لازم نعمل أي نيلة بقطران، بس إياك يجي بفايدة. بفايدة الفايدة إن شاء الله، بس لازم له شوية طلبات للكودي واللي معاها يعني. وماله كام؟ قد 6-7 جنيهات. إيه؟ 6-7 جنيه؟ 6-7 جنيه؟ ليه؟ هو اني طالبه عيل ينزل من بطن امه على الجهاديه طص؟ ده العمل اللي اتعمل لك شديد قوي، عشان ينفك ويحل عنك لازم له شويه طلبات. حاضر يا نظيمي، حاضر. ماشي يا فهيمه يا بنت بيعت الدود، ان ما كنت اشلك كده واكيدك ما بقاش أني حفيظي. هيحصل بكرة يهل هلاله والبيت يتملي بعياله. يا رب. لكن 6-7 جنيه كتير قوي. سلام دراعك يا أبو العيلة. رجله يا حضرة العمدة. يا سيدي ألف سلالم، ويطلع وينزل زي ما هو عايز. أنا نفسي أعرف بس مين الحمار اللي جبرها لك؟ عم زناتي الحلاق هو اللي جبرها له. ده كان هيبوظها خالص، انت شايفه زرقاء ازاي؟ الله يجازيك يا زناتي، دي واخد منين قد كده؟ حرونا في جدته البعيد. انا بقى مش هعتقه زنات الزفت دي. بس عارف يا دكتور، انا حاسس كده ان الوجع ابتدى يرتاح. ما هو انا اديتك مسكن وكلها يومين ثلاثه وهفكلك الرباط وهتجري زي الحصان. يومين ثلاثه؟ ايوه. معناته ايه الكلام دي؟ ده احنا في ليله عيد يا دكتور. لا طب وال
والشغل واكل العيش. بقول لك ايه، لا تقول لي اكل عيش ولا شغل ولا مشغله، لازم ترتاح خالص. يا سيدي انت مستعجل على ايه؟ بكره العيد يعني عندك 3 ايام اجازه والطاحونه قافله، ورجلك دي لازم أن ترتاح خالص، اخر راحه والله. انا الحمد لله خلصت يا عمده. حضره العمده. ايوه الباشا حكيم بيلاقي حضرتك. ايوه امال تشكرين يا دكتور. الف شكر يا سيدي، تعبناك معانا. الله يكرمك يا عمده. خد يا دكتور. تخلي يا عمده بعد خيرك. الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير خير، اللهم اجعله خير. اني لقيت حسان جاي ومعاه الباشا حكيم، قلت هدي برضه اشقر واطمن. الف سلامه ليك يا ابو العيله. وبعدين يا بختك يا عم، ده انت العمده بذات نفسه جاي لك اهو. طب يا ريتنا انا اللي اتعورت. عبر رقبتك يا سيدي. بقول لك ايه يا ابو العيله، انت لازم أن تسمع كلام الحكيم كله، ولازم أن ترتاح على الاخر اسبوع اتنين ان شاء الله 10، ما يهمكش من حاجه خالص. والله يا ابو العمده احنا متقلين عليك قوي ومش عارفين نرد جمالك دي ازاي. يا واد ده كلام، ده انا كبير البلد دي، انا عمده الكفر كله، يعني انا المسؤول عن الكبير والصغير في الكفر دي، انا المسؤول. ان شاء الله تعيش يا ابو العمده. خد يا واد يا ابو العيله، خد يا علي، خد يا ابو العيله. ايه دي؟ امسك. حتى بخمسه؟ امسك يا ولا ما تكسفش ايدك. ايدك ايدك يا ابو العيله، خدها من العمده ما تكسفوش. امال دي بركه من ايد سيدك العمده ولا هلا. وبعدين لعلمك العمده دي لما يطلع حاجه بايده الشمال ايده اليمين ما تدرش عنها حاجه. وبعدين ما انت هتبقى تسديها يا ابو العيله. ودي تتسد ازاي؟ تسد بالراحه يا ابو العيله، ما تاخذنيش يعني. انت دلوقتي متصاب يعني عدوع وعاطل من غير لا شغله ولا مشغله 3-4 ايام، وانا محبه ليك يا واد يا ابو العيله حسترجى حضره العمد ان البنت فاطمه كل يوم تروح له تدور 3-4 ساعات اهي برضه تساعد الناس اللي بيشتغلوا في الدوار. ولا ايه يا عمد؟ وانا قبلت رجاك، قبلت. ألف سلامة يا أبو العيلة. الله يحفظك يا أبو العمدي. أنت واقف كده ليه يا والي؟ يلا بينا. سلامة دراعك يا أخويا. اتفضل يا عم. يلا يا رجالة. قلنا رجله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل اقعد يا منارة يا بنتي. يعني محروس الغلبان ده يروح كده بالكذب والظلم والافتراء ده يا ناس؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كل الناس بتخاف من عثمان ده، حتى حسان صاحبه اللي كان يتسهر ويتسامر وياه. أحلفه وأقول له يقول كلمة الحق يقوم يسيبني ويمشي زي النساوين ويعيط. هو حسن في إيده إيه بس يا مناري؟ ده غلبان غلب الدنيا، ده لا يقدر يروح يمين ولا شمال إلا بأمر عمدته. أنا سمعت لك خطبة الجمعة كنت بتتكلم فيها عن شهادة الحق، واللي بيسكت ويكتم شهادة الحق كده ولا لأ يا شيخ محمود؟ أيوة كده يا بنتي كده.
أنا محروس ما لناش غيرك يا شيخ محمود. أنت راجل حامل كتاب ربنا وهم هيسمعوا لك وهيعملوا بكلمتك. قول لهم يا شيخ محمود سايق عليك النبي تقول لهم. قول لهم ينطقوا بكلمة الحق، يقولوا إن محروس مالوش صالح بكل التهم اللي متلفقة له دي. شيخ محمود بقول يا منارة يا بنتي، قسما بالله العظيم بقول ويا ما قول، بس هو الخوف عادي يا ست أبوكي، خوف اللي مخلي الناس عاملة ودنا من طين ودنا من عجين. وبعدين عايزة يعمل إيه بس يا مناري؟ ده عتمندي من يوم ما شاب على وش الدنيا هو سايق الشر والشر سايقه. حتى ابو الله يرحمه وعيلته كلها غلبوا فيه في عمايله السودي، وادي كمان بقى العمده ولا التاني مامور المركز اللي موالس معاه. يعني خلاص خلاص عثمان ده بقى غول مطلوق في البلد، لا حد يقدر عليه ولا حد يقدر يقف قصاده. مفيش غير رحمه ربنا، ربنا بس اللي عليه الخلاص. البت حالتها تالي القلب. الحق عنديه كل الكلام اللي قالته لي صح. أنا اللي المفروض أوقف لعثمان وأقول له لا، أنا الشيخ اللي حامل كلام ربنا، لكن ضعفان خايف من جبروت الظالم. خير الشهداء حمزة، ورجل قام عند حاكم ظالم فنهاه فقتله. جرى ايه يا شيخ محمود؟ وانت هتشيل هم غيرك؟ يا وليا ما يستحقش يعيش اللي يعيش لنفسه بس. يا ابوي البت منارة دي كأنها جات رمت في قلبي جمرة نار ومشت. اهلا اهلا يا ولادي، ازيكم؟ كويسين الحمد لله. عم بقول لك اهم اللي هيفك كربك. امال عاد هتسمع لنا ولا هتقرينا جديد يا سيدنا الشيخ؟ حسب ما يفتح علينا ربنا عاد يا شيخ جوده. انت غضبان يا سيدنا الشيخ؟ ايوه ولدي غضبان وخايف، خايف من غضب الله يا ولدي. أشهد على الشين والدنس، على حق باين وتحبس، أشهد على سكتة بلدنا ومدقات الكنيسة وفجر مدنة، بحلف بربي إنها يوم راح تزوم تقوم تنفض من على جبينها العسس. أشهد على الشين والدنس. إيه نقعد قاعدة فك عاد. يلا فاكرين النشيد يا أهل غدي له مع بعض. في بيتنا طيور كالبط والحمام، ها تعيشوا في سرور تعيشوا في سلام، ها أروحوا للطيور بالماء والطعام، ها فتفرح الطيور ويأكل الحمام. يا منار محروس، ازيك يا محروس؟ وحشتني يا بيت. انت كمان وحشتني يا محروس، عامل ايه؟ كل عام وانت بخير. هيجي الخير منين بس يا محروس؟ فاطني
عامله ايه يا رسميه؟ كل عام وانتي بخير. انتي بصحه وسلامه يا اختي. رايحه فين كيدي؟ هكون رايحه فين؟ رايحه للهم والغم. ويا بنت تكوني رايحه دوري عثمان وهو فيه غيره يا اختي. لا لا يا فاطمه، انت لازم تنتبهي كده من روحك كل شويه. اعمل ايه يعني؟ يعني هو كان بايدي يعني يا رسميه؟ اهدى، هي مناري بتكلم مين؟ والنبي يا اختي ما اعرف. محروس؟ بتعمل ايه هنا يا محروس الساعات؟ بتعمل ايه؟ طمني عليك يا محروس، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فاطمة. سيئ عليك النبي يا فاطمة، ما تقولي لحد انك شفتيه. احس عليك يا مناري، ماني برضك اعمل كده؟ اعمل ايه بقى؟ ماني بقيتش عارفة مين حقاني ومين موالس، ما تزعليش مني يا اختي. عذراكي، والنبي يا اختي عذراكي. الا قولي يا ولا يا محروس، انت فعلا عملت العمايل اللي بيقولوا عليها دي ولا لا؟ احس عليك يا فاطمة، وانت تصدقي فيه كده برضك؟ سيبيها يا مناري، من حقها تسأل. من المختصر المفيد كده يا فاطمه، العمده اللي ما يعرفش ربنا دي ايه دي؟ هو فيها ايه؟ دي البنت فاطمه. لف يا ولي، لف يا ولي، يلا يا ابن الكلب يا رمة يا عرة. شباب عرة صحيح، ما يمشوش تربيه خالص. من كل الله يا بعدي، حسبي الله ونعم الوكيل. من كل الله شباب عرة، انت ما شفتوش تربيه يا بعدي. فيها ايه يا بنت انت وهي؟ هي سايبه ولا سايبه؟ عالم ولاد كلب صحيح. هو مين الواد ده؟ ها؟ مين؟ ده واد عايب، واد عايب ما شافش ربايه. أول ما شافني أنا ومراري واقفين بنتكلم مع بعض، راح نازل فينا معاكسي. عالم تخاف ما تختشيش، بس هو يا عم ده مش من البلد. أي والله، هو مش أنت شفتيه قبل كده يا مناري؟ لا ما شفتوش، مش من هنا. أهو يعني مش من هنا، أصل أهل البلد دي ما يعملوش كده يا عم ده. هم يا غفير انت، هو هات الواد ده بالعجل يلا. استنى بس يا عمدي، المسامح كريم، وهو خلاص والله خد اللي فيه نصيبه زياده. كنت لسه لغايه دلوقتي ما رحتيش على الدار ليه يا بنت؟ اصل يعني وانا ماشيه كده رحت شفت مناري، فيعني وقفت كده نقول لها كلمتين يعني، لقيت الواد الخايب العيب ده راح نزل فينا معاك سفت لهنا فيه. انتوا لسه واقفين؟ ما هو يعني حضره العمده ما يصحش نقعد وحضرتك قاعد كده. تقعد ايه النباهه دي؟ هم ياد انت، هو اجري هات الواد اهو. حاضر. اجري. فيها ايه يا بنت؟ مالك بتبص لي كده ليه؟ ما تاخذهاش يا حضره العمده، دي عياني. عيانه بايه بقى ان شاء الله؟ عندها الخفيف. معلش يا حضره العمده، مصحه فيا انا. شوفوا البنت بتصغر لي ازاي، كاني هبشت حته من جتتها. يا عمده هي سخنه والله سخنه. يلا كمادات بقى. ها يلا يا مناري. انت يا بنت هم يلا على الدوار، انت عوقتي. حاضر يا عم، حاضر. وانا جاي وراك يا حلاوه الحلاوه. اطلع يا ولا. عايزه تحدتيني في حاجه يا فهيمه، قوليها وخلصينا بدل ما انت قاعده بتبحلقي فيا كده. اني ابدا يا اخوي، أنا بس كنت عايزة أقول إنك واجب عليك إنك تروح لأخوك عثمان وتقول له يجرب حظه مرة تانية ويتجوز، يمكن ربنا يرزقه بعيل ولا اتنين. همك أوي على عثمان يا فهيمة، ولا بدك بس تكدي حفيظة؟ أنا علوان إن شاء الله نشلي يا أخويا، أنا قلبي عليه بصحيح. آه حتى العيال لما يكبروا يلقلهم ولاد عمي كده ونبقى عزوة كبير. عندك حق يا فهيمة، أنا هروح لعثمان وفتحه في موضوع الجواز دي، بس خايف من حفيظي لحسن تكرهني وتتقمص مني. اه ضحكتيني، هي حفيظة ما بتكرهكش يا علوان. ايوه عندك حق، ما هي كده كده كرهاني. خلاص انت بقى تروح تعيد عليه وتفتحه في الموضوع. ايوه محروس. فيه ايه يا ولد؟ خبيني يا عم ابو العيال، خبيني. خبيني؟ انت عامل ايه يا ولد؟ هبحكي لك بعدين، بس خبيني دلوقتي. طب ادخل جوه هني، استنى. لا اطلع فوق، اطلع فوق عند هديد الفور. اختك عدلات دي يا ابو العيال؟ ايوه يا ام خالتي عدلات. يا مرحب يا عدلات. Thank you.
اي حد يتحرك، كله يثبت مكان، كله يثبت مكان وهو حد يتحرك. هو فيه ايه؟ كله يثبت محله وهو حد يتحرك. هو حد يتحرك وكله يثبت محله. الله، فيه ايه يا حسان؟ انا كمان عايز اعرف فيه ايه. فيه ايه يا غزير انت وهو؟ ازاي تهجموا الهجمه العنتريه دهيا على بيت الناس كده؟ انت عملت ايه يا ابو العيل يا اغضب منك السلطات؟ ايه؟ الواد محروس، الواد محروس دخل البيت يا حسان والغفير كامل شافه بام عينه. وكتاب الله شايفه بام عيني، ولازما وحتما نقبض على المتهم الهارب ده. فيه ايه يا راجل انت وهو؟ لا هتفزعوا العيال. وما تفزعوش ليه؟ ما بنفزعش احنا ولا ما بنفزعش؟ لازما وحتما نفزعهم، ده احنا غفر ميري. هو اللي ولا محروس ما هوبش يميتك يا ابو العلي؟ محروس مين يا حسان؟ ايه محروس ابو سال. ومحروس ابو سالم هيهوب ناحيتي يعمل ايه يا حسان؟ دي خالتك عدلات. انا قاضي عدلات يا ولية. اهو ايوه صحيح خالته عدلات. بقول لك ايه يا غفير انت وهو؟ انصراف يا اخويا، ولا تفزعوش الناس تاني في بيوتهم، هم واطفالهم الامينين النعسانين، حد يهجم الهجمه ده في عز الليل البهيم؟ يلا اخويا انصراف. ايوه 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 بس وكتاب الله انا شايفه داخل هنا بام عيني. والعيال واجب ينفزعوا، بس حس انت هو يا اخويا انصراف. بقول لك ايه يا ابو العلي؟ امانة عليك تسلم لي على خالتك عدلات. ها؟ ماشي. فوتك بعافية يا اخوي. العواف. رجعك هنا تاني. أني إذا كان علي أنا لا عايز أروح ولا عايز أجي، والله يا ست حفيظ، بس نعمل إيه في أوامر العمدي؟ العمدي ده يحسس لك يا بنت ويمسح لك اللبن بحنية تاني؟ الكلام ده يبحث يا ست حفيظ، يا ست حفيظ أنا وحدي غلباني، لكن عمري ما بيع شرفي ولا أعمل عمايل بطالي. عيب يا ست حفيظ الكلام ده. أنت بتعيبيني يا بنت الكلب، بتعيبيني بتعيبيني. ها انت بتمد ايدك عليا يا ست؟ وديكي بالجزمه كمان يا بنت. الا تكوني فاكراني تايهه على شغل النسوان والكهن بتاعك. برقي لي كمان، ما تيجي تاخدي لك كفين احسن. داني اهلي اللي من دمي ما مدوش ايدهم عليا. ايوه، ما عشان كده مشيك عوج ومحدش هيعدلهولك غيري انا يا بنت الكلب. يا بنت الكلب. اهدي اهدي. ايه يا حفيظ؟ مالك بالبنت يا ولية؟ انت يا ولية فيه ايه؟ فيه ايه مالك ومال؟ العادي يا جلال العمد، العادي يا جلال العمد. ده انا لسه هوريكي شغلك يا بنت الكلب. عملت ايه؟ انا عايز افهم عملت ايه؟ مدت ايدها عليا يا جلال العمد واني والله ما عملت لها حاجه. حرام عليك يا حفيظ، بنت غلبانه ومسكينه وجايه تساعدك، بلاش الافتراء دي. اسمها جايه تخدمني مش تساعدني. ماشي يا ستي، بنت غلبانة وجاية تخدمك، بلاش الافتراء بقى. طالما جاية تخدمني يبقى توسع انت شوية عشان اعرف اوريها شغلها كويس. قدامي يا بنت. ماشي يلا قدام. استنى انت يا عدمان وخلي الليله دي تعدي على خير. ماشي، اتفضلي يا ست الدار. لك يجيلك شوطة تشيلك من على وش الدنيا ومن على قفاها، جاك يجيلك اللي ما بيجيش. يجي لك ابو البقبيق وتقعدي تبقبقي كده بق 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 بق. استغفر الله العظيم يا رب. مش بقى محروس، الظلم اني ابو حامي يا ابني. انا الدنيا بتلف بيا يا عم ابو العيله، ويا اما اقتل العمده عثمان ده يا اما موت نفسي. انا كرهت العيشه واللي عايشينها. تموت نفسك وتقتل مين يا غالي؟ انت اتهبلت؟ قاعد كده امال. بقول لك يا محروس. قول يا عم ابو العيله. بقول لك يعني كده بس ما تفهمنيش غلط يا غالي، انا شايف الدار هنا خطر عليك. ادام الغفر حس انك دخلت عندي يبقى خلاص. بس هم اتاكدوا خلاص اني مش هنا. لا ده بيستهيأ لك.
انا عارف الغفير كامل بالذات، وانا سامعه بوداني بيقول انه شافك بعينه داخل عندي هنا، هيطنوا لابد لك بره، واول ما هتخرج هيقوم عكشك. طب وانت شايف ايه يا عم ابو العلي؟ اللي تشوفه انت محروس. الله، شوف يا ابني انت كنت جاي منين ولا رايح فين ولا ناوي على ايه؟ دي امورك يا ابني وانت اضرب ايه؟ الله وكيل يا عم ابو العلي، ماني عارف اي حاجه. لا، لازم أن تعرف ولازم أن تستحرص قبل ما تحط رجلك في اياته حتي. انت نازل على البلد من فين؟ من الجبل، من لما هربت من العسكر وغفر العمده فريت على الجبل على طول، بعد كده دنيت ناجري، انا مش عارف حتى جريت قد ايه لحد ما وقعت من طولي، وفجاه لقيت نفسي في وسط مطاريد الجبل. مطاريد الجبل؟ طب والله ده ربنا لطف بيك اهو. الحمد لله، اني بحمد ربنا ان السيد معرفني. السيد قريب العمده المطرود؟ ايوه. ايه وده كان عايز منك ايه المجرم ده يا والي؟ يعني كان بيشبه عليا كده، هو قال لي كده بلسانه. هو ماشي يتمخطر في البلد ولا همه حاجه، ده الاحكام اللي عليه تكفي اعدام لمنشيه. طب وانت هتعمل ايه يا ولي؟ هرجع الجبل تاني. هترجع للمطاريد برجليك؟ ما تخافش، ماني ربنا سترها معايا وقابلت راجل ابن حلال كده. ايه راجل ابن حلال عند المطاريد في الجبال؟ ده ايه الكلام ده؟ أهم حاجة إن نبقى بعيد عن السيد قريب العمدة. يبقى أتنك ماشي حالا والدنيا ضلمة كده قبل ما النهار يشقشق ويشوفوك ويعكشوك. يلا توكل على الله. حاضر. حاضر يا عم أبو العيلة. أنا عارف إنك خايف على نفسك برضه. شوف الوالي، خايف إيه يا واد يا أهبل أنت؟ طب أنا خايف ليه؟ طب ما يجوا يعكشوك دلوقتي من جوه هنا. أنت قاعد ضيف يا ابني عندي. معلش. سامحك. سامحك يا محروس لاني مقدر اللي انت فيه. يلا اتكل على الله ربنا يستر لك طريقك يا ابني. استني معلش امان عليك، ما تجيبش يعني سيره لحد كده ولا كده عشان انك جيت هنا وقعدنا القعده دي ويعني ماشي. حاضر يا عم ابو العلي، انا عارف انك خايف على نفسك برضه. خوف ايه يا والي؟ دي استحراص. يلا ربنا يستر طريقك. يفوتك بالعافية. الله يعافيك. العوافي حفيظ. اهلا يا علوان، خطوه عجيبه. كل عام وانت بخير. اتنين شاي يا بنتي يا فاطمه. اهلا يا علوان، كل عام وانت بخير يا عتنان. وانت بخير يا خول. يعني كنت عايزك يعني في موضوع بيني وبينك يعني. اوي اوي، اتفضل اقعد. خير؟ خير ان شاء الله. بربنا الف كتابه الكريم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وخلصت الكلام يعني، أنا عايزك تسعى كده وتتجدع عشان ربنا يكرمك بعيل ولا اتنين أو تفرح بيهم وإحنا كمان نفرح وياك. إيه؟ ما كله على الله يا علوان، إحنا يعني في إيدينا إيه ما عملناهوش؟ إيه؟ لا في إيدين. شرع الله حقلك إن أنت تتجوز بدل الواحدة أربعة. أهو بدل حفيظة دي اللي قادلها فوق العشر سنين وياك، لا جابت عيل ولا تايل. انت قلت ايه يا علوان؟ قلت تتجوز يا عتمان، اهو تجرب حظك مع واحدة تانية وتكون بنت حلال كده. يعني حاسس كده يعني يا عتمان بقول الله ان ربنا هيكرمك اخر كرم وتخلف. ايه ده؟ بقى علوان اللي بقول الكلام ده؟ انا مش مصدق. صدق يا ولي، انا اول مرة احس ان انت اخويا وابن امي وابويا بحق وحقيقي وبتحبني وخايف على مصالحي. ده لو انت كان عندك شك في كده ولا ايه يا عتمان؟ لأني يعني قلت إن أنت يعني جاي تقول كلامك الخايب بتاع كل مرة ده،
لكن المرة دي أنا حبيتك يا والي. صدق يا والي أنا كنت عايز أشور عليك في الموضوع ده، بس يعني كنت مستني الوقت المناسب. لكن انت اخص عليك اخص، عايز تشوره في ايه يا عثمان؟ برأيي يا ولية انت بتتصنطي علينا بقى، ده اسمه كلام برضه؟ لا ما اسموش كلام، لكن اللي اسمه كلام بصحيح الكلام الخايب اللي طالع من اخوك العايب. يلا حافظ، انا قصدي اقول له يعني انت تسكت خالص يا دلدول مراتك يا اللي امها بتبيع الدود في السوق ومالكش صالح باللي بيني وبين جوز، انت سامع؟ مراتك باين عليها كده اتخبلت يا عثمان. ايوه اتخبلت، ابعدوا عني بقى. رايي يا ولية ما تتمسي بقى وتقولي يا ميسي. عايزني اتمسى؟ حاضر اقول يا ميسي، لكن وحيات دي لوريك انت واخوك. ليه كده؟ ليه حرام عليكي؟ الف سلامة الف سلامة يا اختي، سلامتك الف سلامة. ايه دي؟ معلش معلش. خوري يا بنت على جوه، خوري. ليه كده؟ ما تبوس ايديها يا اخويا احسن، والنبي لا تبوس. حرام عليكي، حرقت ايدك بنت بالشاي السخن دي. ليه كده؟ ليه؟ حنين. ربنا يهديكي، ربنا يهديكي ويبليكي ويجيلك ابو الزقزيق وتقعدي تزقزقي كده طول الليل والنهار، زي ز زو زي زي ز زو زي مش عارف ايه دي، بس يعني يا رب يحصل لك. انت يا بنت يا فاطمه. ايوه كده بصي، هو امس ساعه ما انا اقدر اقوم فيها يا عقد بعد كده، يعني هما هيعملوا لي ايه؟ هيشنقوني ولا هيشنقوني؟ هما اشتروني انا ولا كانوا اشتروني؟ يا لهوي يا مستهوي يا خرابي يا عرابي، في ايه يا بنت عماله تقوقي وماسكه النوح كده في يوم مفترق زي ده؟ ايه كل عام وانتوا طيبين يا طيبين، مفيش واحد فيكم بنت ابوهي بصحيح تجيب كحكاية من الكحك اللي ريحته فايحة دي. لا يا اخويا انا مش بنت ابويا، انا بنت عمي. اخلع بقى. ايه دي؟ يا رب يا رب انت القادر. يا فاطمي فيه ايه؟ مال انت جابر المنكسر يا رب، جابر المنكسر يا رب، قادر تذل الظالم يا رب زي ما هو ذللني، حسبي الله ونعم الوكيل. متصلي على النبي، امال كده جرى ايه لكل دي؟ انا نفسي صعبان عليا يا حسان، انا اتذلت واتهنت علشان الفقر اللي انا فيه، الفقر اللي اني لقطت طايقه ولا قادر استحمله. يا رب يا رب وريني فيهم يوم، يا رب وريني في الظالم يوم، يا رب يخليني النار اللي جوايا دي تهدى وتفش، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. استهدي بالله بس يا بنت الناس، وطي حسك ده لحد يسمعك. يلا يلا يا نسوان، كل واحده تخلص اللي في ايديها، عايزين نعيد في وسط عيالنا. كفايه نق، امشي قطقط ايدك انت وامك، سيب الكحكاي. ليه كده بس يا بنت الحلال؟ أنا غبي، أنا غبي، ليك شوق في حاجة؟ استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. جرى إيه يا حسان؟ أنت هتعيط أنت كمان ولا إيه؟ خلاص يا أخوي، خلاص. أنا اتفشيت بالكلمتين اللي كانوا جوايا وارتحت وهديت خلاص، الحمد لله، الحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا. خد يا والد، خد يا والد الكحكاية دي، خد. وانت كمان هات البسكوتة دي، خد يا والي، كل كل ورم عظمك يا والي. هو يعني العيد لي من غير ليك؟ وإذا ما كنتش هتاكله مين اللي هياكل؟ جرايه يا روح امك، هو المال كان مال اهلك علشان تقعدي تبعطريلي فيه يمين وشمال؟ ومالك يا اختي عماله تعدديلي، حسستني القيامه داخله عليا في ايه؟ استحفظي، انا والنسوان من صباحيه ربنا اتهرينا واتفرينا واتكواني، نعيد بقى في وسط عيالنا؟ روح، وكل سنة وانتو طيبين. وانت بخير. عدي عليا بكرة عايزاك. عيوني يا استحفيظ، يلا يا بيت، يلا يا بيت، يلا يلا. وانت يا روح امك رايحة فين؟ أنا رايحة معاهم، هعيد مع عيالي اللي كمان. انت لا، وراكي شغل، تروقي المطبخ وتلمي الحصر وترشيهم مية وتفرشيهم علشان عايزة الشمس تطلع عليه. ايوه ايوه، امال ايه يا فاطمه؟ اشهلي واسمعي كلام ستك حفيظه عشان تروحي تعيدي. يوه يجاتك ايه يا فاطمه؟ انت لسه هنا يا بيت؟ يا بنت روحي لجوزك وعيالك، ده بكره عيد. جاتك ايه يا سلفتي؟ ما تسيبيها يا اختي تروح تعيد زيك، ولا انت خلاص نسيتي الحكايه دي من زمان؟
بس ما كانش صح برضه تعملي مع علوان اللي انت عملته ده. امال ايه اللي كان يصح؟ وانت يعني لما تهزقي النفر وتمشيه مطرود يبقى انت كده بتقلي من قيمتك ومن قيمتي. اني برضه اللي بقل من قيمتك ولا انت اللي بتقل من قيمتي وقيمتك يا شايب يا بتاع النسوان؟ كان ناقصني اخوك ده كمان، قال يا عثمان اتجوز وخلف. يبقى انت بقى خلت عليك اللعبه اللي جاي يلعبها علينا علوان وعامله لي فيها ام المفهوميه وبتفهميها وهي طايشه. لعبه دي اهي. ما هو انت بقى ما فهمتيش علوان بيقول ايه وما فهمتيش كمان انا كنت بسايره في الكلام ليه. ليه؟ ما هو علوان عارف ان الموضوع ده يخرب بيني وبينك، مش كده؟ ايوه ده عارف ومتاكد وقاصد. اهو شفتي بقى، فلما يجي يقول لي اتجوز على حفيظه وحفيظه تسمع وانت عارفه حفيظه مهبوشه تعمل ايه؟ اكلك بسناني واقطعك بضوافري النساير نساير. هو ده بقى اللي هو عاوزه، عايز يصحصحك انت للموضوع ده، تقوم انت تحرمي عليا الجواز، وماني بقى يتحرم عليا الخلفه، قوم يضمن هو ومراته العقربه دي ان الخير اللي احنا فيه ده كله هيصب بعد كده في حجرهم بعد عمر طويل ان شاء الله، صح ولا غلط؟ شوف الراجل، واني اللي كنت فاكراها اهبل ودلدول. اهو الدلدول ده بقى نور الفكره في دماغي من غير ما يدرى ولا يشعر. ايوه فكره ايه؟ انني لازم أنا اتجوز واخلف عيل ليا وليكي. تتجوز مين؟ ايتها واحده بهيمه تعشر وتخلف وبعدين نديها استماره سته وتغور. وليكي علي العيل اللي تجيبه بطنها نكتبه باسمك انتي، يعني ايتها واحده نختارها انا وانتي يا ستي، بس بشرط تكون متجربه في الخلفه. واني اللي هختارها؟ ماشي اللي ماشي يا عثمان. انت يا اخويا ما صدقت. لا سيبني شويه كده يعني اقلبها في دماغي افكر كده واوزنها. تقلبي ايه وتوزني ايه؟ ما هي واضحه. بقول لك نخلف عيل ليا وليكي، وهي نغورها في 60 داهيه. الواد ده هو اللي هيبقى ظهرك وسندك وراجلك تشخطي بيه وتتحكمي بيه في الخلق. ايوه وهتكتبوه في الاوراق الرسميه باسمي، يعني ابني، يعني يكتب الواد ده ابن حفيظي، حفيظه زهران. ماشي سهل، نكتبه الام حفيظه زهران سلمان العكر الجعير. الجعير الجعير ده اسم يعر. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. يا سلام على الكحكي. يا سلام. إلهي يا رب ما تلحقي تنهني بيه يا حفيظي. إلهي يا رب مطرح ما يسري يهري تطفحيه دم قدر يا كريم، بحق ما ضيعتي علينا ليلة المفترجي. واجعلها يا رب يم حلوة علينا وعلى عيالنا يا رب. هم لأ يا رب، هم لأ.
منك لله يا اللي تنشكف مع ميعك بحق ما ضيعتي عليا ليله العيد وحلاوتها. الهي ما تلحقي تعيدي في سنتك يا حفيظه الكلب. يوه ما تشهلي شويه يا بت، هو انت مش فالحه غير في المياعه؟ مياعه ايه بس يا ست؟ داني والله نهد حيلي لحد ما عملت الكحك، داني عامله يستاهل بقك والله. وبعدين يعني يا ست انت مش ناويه كده تحنني قلبك علي؟ بس يا بت بس، انت فاكراني باكل من كهن النسوان دي؟ كهن ايه بس يا ست حفيظي؟ الله يسامحك. طب خلاص انا خلصت كل اللي وراي، ينفع اروح لعيالي؟ قصدي ينفع يعني اروح يعني لام ابو العيله وابو العيله عشان انا سايباهم بقالي كتير، ينفع؟ روحي انكشحي يا بت. ان شاء الله يخليكي يا ست ويبارك فيكي ويدعمك ما يحرمك يا رب. يعني لو ما فيهاش تباتي ولا ما فيهاش رزالي ينفع يعني اخد كحكايتين بس كده ادوقهم للعيال؟ هدوقهم لام ابو العيله عشان هي ست كبيره والله ودعوتها مستجابه، هتدعي لك دعوتين يجعلهم ربك من حدك ومن نصيبك قادر يا كريم. ينفع؟ فين هاري الكحك يا بت؟ اهو يا ست اهو، والله ده انا نسيت ارميه بس حرميه اهو. لا تحطيه في عبك وتروحي ببيتكم، بس عشان ما تقوليش ان ستك حفيظه ما دوقتكيش كحكي. انت يا حسان يا زفت الطين يا اللي اسمك حسان، طب يا اللي تنشكف مع ميعك يا اللي اسمك حسان ايه؟ الله انت يا بنت ايه اللي موقفك لحد دلوقتي؟ ما قلت لك انكشحي. حاضر يا ست حاضر. انت يا زفت الطين يا طويل وهبل يا اللي اسمك حسان ايه؟ ايوه ايوه يا ستين انا اهو. كل عام وانت طيبه امورين. تشيل السبت ده وتخلي بالك من الكحك اللي جواه، كحكه تروح منك كده ولا كده اعدهم بالوحده. ده ريحته مفحفحه من اول الكفر. انا بقول يعني لو الواحد دق وحده يعرف اذا كان طعمه زي ريحته كده ولا ايه؟ وانت مال اهلك اذا كان طعمه حلو ولا وحش؟ انا بقول يعني لو وحده الواحد يعرف طعمه زي ريحته ولا لا؟ تاني انت مال اهلك اذا كان طعمه حلو ولا وحش؟ انت شيله بس. حاضر حاضر يا ستيني اموريني، أنا جاي وراكي، أنا تحت أمري. هنا وأنت طويل على اللي. أنا جاي أهو يا ستيني. يا تسهيل الله، الله واحد مالوش تاني. تلاتي. ما تعملي لك كلمة يا مكسر. حاضر حاضر يا ستيني. أنا أهو. ازيك يا حماده يا سكر زياده، ازيك يا بنتي يا زنوبه، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل يوم وكل وقت وانتم بخير وسعاده يا رب. العاف عليكي يا اما. انت صحيت يا ابو العله؟ ابو العله مين يا اما؟ انا فاطمه. فاطمه يا حبيبتي كنت فين طول الليل يا فاطمه؟ العيال كبدهم اتحرم من العياط. غصب عني يا اما غصب عني. يلا كل سنه وانتي طيبه ويا رب يا رب يا رب نفضل مع بعض دايما كده ولا نفترقش ابدا يا رب. ايوه واجب برضه. كل سنة وانت طيب يا غالي. رجلك ارتاحت؟ ارتاح. ارتحت ولا مرتحت؟ فرق ايه ومعاك يعني؟ بقى هي جاحدي تبقى ليلة عيد ايه؟ وتسيبيني كده لوحدي؟ يوه استحي يا ابو العيل استحي. لا اني زعلان زعلان خالص. طب ومقام السيح ما انت زعلان. اللي في ايدك ده ياما. اهي ده كحك العيد يا بيه، كحك العيد اللي معمول بالسمنه البلدي يستاهل بقكو. استنى ده انا اللي حديلك. خد خد يا ابو العيله واحده، خد واحد دوق من دوق. خد يا بنت خد انا وشيف. خد يا حماد. منين ده يا فاطمه؟ هيكون منين يا اخويا؟ من دار العمد. خد يا يما خد يا يما كحك يا يما. امال الدنيا والناس كلها بتقول على الراجل ومراته ان هم بخل جيل، دي من ايه بقى؟ اهي دول ابخل ما خلق ربنا. امال ازاي؟
ما تاكل يا ابو العلي، ما تاكل يا ابو العلي وانت ساكن، يعني انقطع نفسي في الخبز والعجين والتقريص بتاع الكحك وفي الاخر ما ينوبنيش منه جانب انا وعيالي ولا حتى ندقه. ليه يا حبيبي؟ ده حتى طباخ السم بيدوق. اسكتي اسكتي، شفتي حصل امبارح بالليل؟ خير يا رب. الواد محروس ابو سالم. ها؟ تاني هنا. يا لهوي يا لهوي، ده انا نسيت اسالك صحيح نسيت. الا صحيح، هم الغفر جم وراه ولا لا؟ ما تيجي نعيد. والخفر؟ أحكي لك كل حاجة. تحكي لي؟ محروس؟ ما هو الحدوتة دي حدوتة؟ ما تنفعش تحكيها. يا حفيظة، حفيظة انت يا ست، يبقى انها مش هيني يا فاطمة. بطة انت يا بيت، ايه دي؟ مفيش حد في الدوار ولا ايه؟ يا غفير، يا حسان، انت يا زفت. ايوه نعمل يا حضرة العمدة، يا صباح السعادة، كل عام وحضرتك طيب. فين ستك حفيظة يا ولد؟ يا ست حفيظة دي خرجت من بدري، ما هو موسم، كل عام وانت طيب، راحت تزور اخواتها. والشغالين راحوا فين داهية؟ الست حفيظة برضك صرفتهم يروحوا يعيدوا مع عيالهم، ما هو بقى عقبال عندك كله هيرجع اخر النهار ان شاء الله. ايه ايه؟ والدار فاضيه كده ما فيهاش حد، مين بقى يعمل لي فطار؟ اسمع يا وادي حسان، تروح اوام كده بالعجل تجيب البت فاطمه كده حالا في التو والحلو بسرعه واجري يلا. اجيب مين؟ الترش ياد ولا ايه؟ اجري روح هات البت فاطمه وبسرعه، وانا مستني اهو، انت لسه ما جيتش، انا عايز افطر. طيب حاضر حاضر، كل عام وانت طيب. وانت طيب يا اخوي. ايوه كده، يبقى عيد ما جيت سعيد فريد من نوعه. ايوه ايوه كده. وتعالي لي يا بطي، واني واني مالي هي، شيلي لي الشنطه، واني واني مالي هي، والشنطه خفيفه، واني مالي هي، الواد حسان راح ينده لي هي، وحفيظه مشيني ويبقى لوحدنا، وياك ما ترجع عربية تصيه. صافيني مر وجافيني مر، ولا تنسانيش كده بالمر. صافيني مر وجافيني مر. الله، مين دي؟ ده مغنواتي جديد، سمعته في الردوي عند العمدة. العيد عيد برضك، ربنا يجعل ايامك كلها عيد يا ابو العيلي، امين يا رب. ده انت اللي يشوفك النهارده ما يشوفكش امبارح وانت بتقول جاي يا رجلي. اي والله، الدكتور اللي جابه العمدي ريح رجلي على الاخر، كانت بتقرصني تغريس، ربنا ما يوريكي. الحمد لله يا اخويا، الحمد لله. وبعدين يعني هو انت فاكر العمدي بيعمل كده لله؟ ماني بشيله وبحط عنده في الدوار يامي. وبعدين ده احنا لو حسبناه يا ابو العيلي هيطلع هو اللي مديون لنا. ايوه والله، كلاتها يومين ولا ثلاثه ورجلي دي تخف وارجع انزل الشغل تاني، المفروض ضاع حدوته الخدمه عند العمدي. حسن جتي للحق، الحدوته دي انا بصع عليها قوي. ايه ومين جاب سيره التنغيص دلوقتي يا ابو العيلي؟ يا مرحب يا خالي. يا ابو العيلي، يا فاطمة، كل عام وانتم طيبين. إلهي تنسخط انت والعمدة وحفيظة في يوم واحد يا بعيد، تلاقي البعيد جاي يندهني علشان العمدة عايزني في الدوار. ايوه يا حسان. ايوه ايوه ايوه. عاملة ايه يا خالي؟ مين؟ فوزية؟ بعدك يا بلاش.
فوطي، هاتي فوطي. كل عام وانتم طيبين. طب صحة وسلامة. حضرة العمدة عايز فطنه في التو واللحظة. يا مثبت العقل. ايه لحقت؟ واني مالي؟ واني اللي عايزها؟ ده حضرة العمدة واني عبد المأمور. وعايزها في ايه؟ حضرة العمدة؟ ما طبيخ وطبخت وعجين وعجنت وتنظيف ونظفت، ايه تاني؟ بقولك ايه يا حسان؟ ما تستجدع كده وتروح تقوله انك ما لقيتنيش. يا سلام وسلم، دي كهني تخني عيارين. هو انا اقدر؟ هو مدام قال لي لازم انت تجيب فاطمه في يدك وانت راجع، انا لازم انا اجيب فاطمه في يدي وانا رايح. هي دي الهم اللي احنا فيه بس يا ربي. عرفت يا ابو العلي؟ عرفت العمده بيعمل معانا كده ليه؟ بقول لك يا حسان، انت فطرت يا علي؟ ايه؟ يعني ايه امال ايه؟ لا لا ما فطرتش. يا ودني لسه على دخلتك كنت هعمل مرقه عاد. مستنى استنى ما اجيب لك تصبيره قبل المرقه. والله كلك واجب. حلاوه العيد يا دي حسان تبقى في اللمه. ايوه امال ايه؟ خدي حسان حلي بقى. تسلم يدك. يا نهار ما اطرن وندوه حسده كحك حفيظه. ايه ايوه كحك حفيظه. وبعدين يعني هو كان انكتب على اسمه ولا يعني كان انكتب على اسمه؟ انا عارف. ايوه صحيح يعني كان انكتب على اسمه. يرضيك يا حسان. الاولاد تقعد صباحيه العيد من غير امهم بعد ما باتت بره يا اخي؟ ايوه النبي يا حسان، ده ابو العلي طول الليل كان بيصرخ من رجله. اي أيوة والله. يعني ما يرضينيش بس هو يرضي حضره العمده. بقول لكم ايه، ما تجيبي كمان كحكايه وانا اروح اقول اني ما لقيتكيش واعمل انصراف واخلف الميري عشان خاطركم. يلا يا فاطمه. مفيش يا ابو العلي، مفيش، دي كانت اخر واحده. كانت اخر واحده. اخر واحده؟ طب حس كده. أنا معايا كحك تاكلوه معاي. جبته منين ده يا والي؟ وكل سنة وانتوا طيبين. وانت طيب يا حسان وفكر خير والله. انت يا والي ده كحك حفيظة يا والي. هو يقصد يعني كان انكتب عليه اسمه ولا كان انكتب عليه اسمه؟ تعالى يا بنت والنبي يا دي يا حسان. يا بنت يا جينا. تعالى يا بنت. تعالى يا والي. تعالى يا خال. تعالى يا بنت. كل يوم كحك العيد يا أم. تعالى تخش يا والي. يا حلوة. مرحب يا عدلات. لا يا خالد انا فوزيه. انا كده يا ابويا على قلبك. ابسم ايدك يا حسان، نبي كلك زور. يلا في دهي. سيب البندقية يا والي. سيبي يا والي. وقفها. خد يا بنتي يا حمدية. ايوه. صباح الفل يا ست الناس. خد يا بنتي يا حمدية عشان تعيدي. يا لهوي يا مستهوي، يا خرابي يا عرابي، يدوم العز والخير يا ست الناس. بس انا كنت عايزاكي تعملي لي حاجه. ايوه يعني انت هتدهم لي لله؟ نعم يا اختي. لا يدوم العز، كل عام وانتم بخير. ولما تخلصي لي اللي انا عايزاه منك هديكي قدهم مرتين. ايه ده، انا احط رقبتي تحت رجل الحصان ده يقعد يرفص فيا للصبح؟ هي حاجه بخصوص البت فاطمه المزغوده. ايوه اللي ايوه. انت قاعده مستنياني يا بت؟ تكونيش يا بت مصاحبها. حد الله حد الله، ده انا الودي ودي اعمل لها خنيقه بشليطه. شليطه؟ طب روحي يا بنت شوفي كنت بتعملي ايه وخلصي. كل عام وانتم بخير يدوم العز. كرداني عاجبك كده؟ ما لبستش كرداني، رجعني على البيت بسرعه. بيت يا بيت. ايوه يا ولا. الله حلو قوي يا ولدي، طالعه من بقك يا عيال صغير. بقول لك ايه يا بيت، عايزك كده بقى تقومي يعني فرجينا كده حلاوتك بقى وجمالك وترقصي. تعرفي ترقصي زي نعيمه عكس كده؟ ايه اللارا. ايوه لهليبو يا والا. يلا يا بنت قومي لهليبينا يا والا. يلا يلا يا بيه. يا حلاوة الحلويات.
ولا لعبيه يا ولا وشقيه يا ولا لعبيه يا ولا وشقيه يا ولا لهلي ابويا لوامل ويا الهوى واداوي برقصتي مجارح ملهاش دوا واجيبك دع ولد في غرام بنت البلد اذا كان سبع الفلا راح اصيده يا ولا اذا كان سبع الفلا اصيده يا ولا لعبيه يا ولا وشقيه يا ولا لهلي ابو يا ولا سلام يا جدع سلام لجدعاننا الخفه الجدعان وكل صبوات الحته والصبوات وكل واحد في الزفه في الزفه والسيرك كله وانا يا حنين يا رايق يا اخويا انت كنت بتعمل ايه يعني انا بعمل تمرينات عشان الكرش شفت كرش نزل ازاي ده بقى بعد التمرين وده قبل التمرين وده التمرين بس انا داخله وشايفاك بترقص يا اخويا لو نفسك حد يرقص لك قولي حتى اتحزم وارقص لك شويه لا محب ارقص لوحدي يا اخويا ده كده هلك على الفاضي ودي اللي جابها دي ده وقته والبنت التانيه ما جاتش ليه انت واد يا زفت يا حسان نعمين يا حضرة العمدة انت لسه هنا ولا ما روحتش؟ لا روحت البيت فين؟ انا روحت البيت عند فاطني ما لقيتهاش وما دورتش عليها ليه؟ سألت عليها في بيت بيت وفي بيت بيت بردك ما لقيتهاش بردك ما لقيتهاش؟ طب غور جاتك نيلة فيك وفي اللي بعتك لا داني اللي بعتك جاتك نيلة فيك لوحدك امشي وانت يا ست بقى عملين نفطار عشان نتغدى ولهلي ابو يا والي ايوه والبت يا والي شيخ محمود مرحبا يا حسن اتفضل تعال كل عام وانت طيب يا شيخ محمود طيب ازيك امال يعني ما ريتكش جنبي كده في صلاه العيد الدهدي داني كنت جارك لازم في الصف انت بس اللي مش عاوز تاخد بالك مني يا شيخ محمود مش عايز اخد بالي منك يعني عايز اقعد من غير بال واصل انا وبالي معاك طب متجمعين عند النبي ان شاء الله ان شاء الله احنا والحبايب يا رب كل الحبايب والمشتاقين يا رب اللهم امين امين يا رب مش ابو جميله نوى يتجوز بنته شيخ محمود طب والله ما شاء الله عار ده راجل شقي وتعب على بناته وعياله ياما يا سلام يا اولاد يعني هو اخر شقه وتعبه ده كله يرمي البت الراميه السودا دي وهو راميه سودا ليه ايوه راميه سودا لما اكون اتجوزها من طرف البت اللي اسمها راويه دي تبقى راميه سودا ومطايه نبطين كمان اه لكن الجوازه جايه من يمه المره اللي اسمها راويه دي اللي هي الست راويه دي بتعمل ايه يعني مش ملابد الا بتعمل ايه ايوه يا غباش يعني فهمت الوليه راويه دي بقت عامله زي بقعه زفره في طوب البلد وبصراحه بقى البلد كده بقت سمعتها زي الطين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم احنا بيتقال علينا بنبيع لحمنا يا عم الشيخ محمود يا عم الشيخ محمود انت لازم تكلم العمده يشوف له صرفه وياها كفايه عليها قوي بقى لحد كده والا والنعمه الشريفه لنكون دبحنا احنا بقى واه يا دهديات واه خبريه ايه اللي دبحينها وما دبحناهاش عروقك فطت في وشي دي من يومين كده كانت جايه الطحونه بحجه انها بتسلك الضل البت خدمتها عشان الطحين بتاعها وكانت عماله تقلف في البنات والصبايا الواقفين ايه قولكم بقى والله زفتة الطين دي موسخه البلد وناسي لا انا عن نفسي غسل هدمتي اول باول عمل يا عم وبالنسبه للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقول يا عم مش احنا استغفر الله العظيم انت من حقك مثنى وثلاث ورباع وما مالك ومن حقك كمان الذري وواجب عليك يا عمدي انك تسعى للذريه دي ايوه امال ايه
اذا ما كنتش انت يبقى عندك ذريه، مين اللي يبقى عندي؟ انت بسم الله ما شاء الله، الارض ارضك والمال مالك والخير زايد، بسم الله ما شاء الله عليك. الله اكبر، ايه النق والنبر ده؟ ما تاكل وانت ساكت. انت واد زفت قال اسمك حسان، انت يا نيل قال اسمك حسان، ايه ده؟ انت واد يا وائل. نعمين يا حضره العمده. فين الزفت اللي اسمه حسان؟ حسان مش هنا، وما دام مش هنا يبقى اكيد هناك، بس هناك فين الصراحه انا مش عارف. لا والله. طب امشي نجر، روح دار الزفت اللي بيسمى دي اللي اسمه ابو العيله، قول للبت فاطمه تيجي عشان عندنا عزومه. ايوه يعني اقول لها تعالي عشان انت معزومه عند العمده؟ يا غريبك يا جواد، لا وانت كمان معزوم يا هلا. الله الله سلدة يا هلا، انت من عجائب الله في خلقه. يا هلا روح يا هلا، روح قول لها العمده عنده عزومه وعايزها تقدم على العزومه دي. روح روح يا اخو، الله ينور عليك، روح. تمام يا حضره العمده. يلا في داهي. شوف انا يعني يحق لي اني الم الغفر اللي حدايا دول كلهم، واجيب المازوت بتاع امان الطوب دي انت عارفه، احميهم بيه كلهم واولع فيهم دفعه واحده. والله يا عم واد انت دماغك سبت سواد. انما احنا كنا بنقول ايه يا عمدي؟ اللهم صل على كامل النور. العيل. ايوه ايوه العيل يا عمدي، يحق لك يا عمدي، لازم يبقى عندك عيل وعزوه كده تورث من بعدك بعد عمر طويل. تصدق يا عمدي؟ اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو، البلد دي كلها تستمني ان انت يبقى عندك عيل يمسك العموديه من بعديك بعد عمر طويل يعني. بص بقى مين اللي قال علينا؟ يا ساتر يا رب يا ساتر. ايه؟ والله ما انا واكل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانتم طيبين. ماشي. زي الحال يا شيخ مبروك، لعلك بخير. الحمد لله كويس يا اخوي. اتفضل بستوي. لا يا ابوي ما بيحبنيش، انا جاي لك في كلمتين صغنطرين كده يا عمده. صغنطرين؟ طيب ماشي، ادينا سامعين. هو ما فيش في البلد دي غيري بس يا رب. ليه الحصه دي يا بيت؟ يا بيت ده انت راح ادور العمده عزومه ميغا، يعني هتعدي في عبك من خيرات دوار العمده ياما. ايه بقى اللي مقدرك ولو بوزك السكر دي؟ اصل انا من اللي بيرفسوا النعمه، جالك وجعه في عمدتك. حلوه. خد يا اخوي. السلام عليكم. يا فاطمه زودي لي السكر. حاضر عيني. يمي حاجة تانية يا اخويا؟ تشك يبقى انده على علم الشمس. العافية يا خالد.